السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية، وأسعد بصحبة ضيوفي في حلقة اليوم: خالد الزيد، سعود الصرامي، حافظ المدلج، دباس الدوسري، عمر الكاملي، وسطام السهلي. مساكم الله بالخير جميعا. نتابع آخر الأخبار الرياضية. أكد رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أن مواطنه نيمار نجم الهلال لن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا المقبلة، خاصة وأنه لن يتمكن من التعافي من إصابة الرباط الصليبي في وقت مبكر، ما يجعل مشاركته صعبة. بيّنت مصادر صحفية أن البرازيلي رومارينيو محترف نادي الاتحاد قد تلقى 5 عروض من أندية محلية وخارجية التي ترغب بالاستفادة من خدمته في يناير المقبل، إذ أن اللاعب يفضل البقاء مع الاتحاد إلا في حال عدم رغبة الجهاز الفني به. أوضحت مصادر صحيفة الشرق بأن إدارة نادي الفتح تعتزم الاستعانة بعناصر جديدة في فترة الانتقالات القادمة، وعلى رأس البرازيلي فيرمينيو محترف الأهلي وعبد الله الحمدان لاعب الهلال، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق نظام التسلل شبه الأهلي في بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، تعزيزا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولة المنتخبات الوطنية. خضع اللاعب عمر هوساوي مدافع الاتحاد لعملية جراحية والمتمثلة بإزالة أسياخ الساق إثر معاناته منها خلال الفترة الماضية، على أن يحدد الجهاز الطبي البرنامج العلاجي قبل العودة إلى المستطيل الأخضر. أشارت مصادر صحيفة رياضية بأن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق قد تقدم بطلب إلى إدارة النادي بشأن التعاقد مع المدافع عبد الله مادو لتدعيم خط الدفاع، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع النصر حتى عام 2025. طيب، هذه كانت آخر الأخبار الرياضية. أبدأ معك أبو فيصل. خالد الزيد، عن أي خبر تبغى تعلق؟ يمكن بداية نيمار، أنا أعتقد أن أنا شفت يمكن يعني اليوم يمكن مقطع فيديو عن التأهيل اللي ما بعد العملية، يعني تشوف في سيريس، في جدية ويعني مسابقة الوقت. نعم. وأنا أقول يعني الناس اللي مثلا تقول اللاعب قد يكون خارج نطاق الحالة الفنية دائما، أنا أشوف أنه يعني هذه الاحترافية. أيوة. وإذا كان الوقت هو اختصار الوقت قد لا يتجاوز 3 شهور أنا يلحق على كوبا أمريكا. هو قال لك في أوغست يجهز. أوغست 10 شهور. لا، أنا كلمك أنه أنا كلمك التأهيل. أيوة. إذا كان بخلال 3 شهور يكون اللاعب يعني له تصريح دكتور منتخب البرازيل اليوم انه ما راح يلعب كوبا، يعني لان الاخبار تداولت. هو قال يلعبوا كوبا جاهزيته في اوغست، في شهر 9 اوغست. انا شهر 9 غيروهم. لا 8 اوغست، بس اقول لك شهر 9 حيكون جاهز. نعم. الجاهزيه محمد، اقصد ان 3 شهور التاهيل الطبيعي اللي بمثل هذه الاصابات التاهيل الكامل فيه. انا اعتقد انه هو يعني داخل في يعني العمل الاحترافي بالنسبه للاعب بامكانياته وقيمه نيمار. ابو فهد، والله شوف انا في نفس الموضوع، انا موضوع نيمار، بس اني حقيقه موضوع نيمار فتح لي مواضيع كثيره، من ضمنها زيارته، واعتقد ان احسن واحد يتكلم عن هذا الموضوع الدكتور حافظ، انه زياره احد المسؤولين الكبار في نادي مانشستر يونايتد للسعوديه، وعرضه عدد تقريبا 6 أو 7 لاعبين من مانشستر يونايتد على الأندية السعودية أو على لجنة الاحتراف والرابطة واجتماعه مع الموضوع. هذا يذكرني بالكلام اللي قاله رئيس نابولي الإيطالي وقاله غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عندما هاجم الأوروبيين المشروع السعودي،
وش قال اثنين؟ قالوا لا تصدقونهم، إذا جاهم السعوديين فرشوا للسعوديين البساط الأحمر. الآن ما عاد في بساط أحمر، صاروا هم اللي يجون هنا. فهذه أنا من هذه من النقاط اللي أنا ودي يعني في الصيف تقريبا في الصيف العام الماضي شفنا مالك نادي تشيلسي يزور السعودية والرياض ويقدم عدد من اللاعبين اللي انتهوا بالتعاقد مع الهلال كولوبالي، الأهلي مندي، وفيه عدد من الاتحاد كانتي. نعم نعم. فأنا أتكلم عن هذه المواضيع. إحنا لما نفتح مثل هذه المواضيع نبغى نقول لهم ترى مصداقية السعوديين عالية، شفافية السعوديين متميزة. السعوديين عندما يبدأون في رحلة مشوار سواء رياضي أو غير رياضي دائما يكون العنوان المصداقية. أنتوا يا الأوروبيين تقولون كلام وتفعلون كلام آخر. أنتوا قالوا ناس أوروبيين عاملين في الأندية أنتوا لما يحضر السعوديين تبسطون تفرشون لهم البساط الأحمر. احنا طبعا كنا نفتخر بهذا الكلام، نقول فعلا هذا الكلام ناس مصداقية ويرد على الناس اللي يحاولون يشوهون المشروع السعودي من الأوروبيين. اليوم واحد من أهم أندية العالم مانشستر يونايتد يأتي مندوبه من أهم ركائزه، ونادي مانشستر يونايتد يعاني سواء داخل الملعب أو يعاني في عملية انتقال ملكيته أو ربع تقريبا من ملكيته 25% لأحد رجال الأعمال اللي بيملكونه، يجي للسعودية ويجلس له أكثر من 3 أيام علشان يعرض لاعبين. أنا حقيقة أفتخر بمثل هذه المواضيع لأنها فعلا تعطينا مصداقية عالية جدا عند كل المنافسين. يعطيك العافية أبو فهد. دكتور حافظ، إيش الخبر اللي تبغى تعلق عليه؟ أنا والله بعقب على كلام أبو فهد أولا بعدين. إيه طبعا دام جاب طاري مانشستر يونايتد وفعلا مسؤول الانتقالات مانشستر يونايتد موجود الآن في السعودية، والخبر أنه يعرض سانشو ومارتيال وفاران وكاسيميرو، يعني هذه الأسماء المؤكدة، بالإضافة قد يكون معهم أسماء أخرى، لكن الصحافة الإنجليزية تكلمت على 4 هذولي وقد يكون معهم أسماء أخرى، مو بعيد ان فان دي بيك ولا احد من الاخرين اللي ما له فرصه في النادي او اللي انت ودك تفتك منهم. لا، النادي الان يبغى يوفر ميزانيه عشان يجيب لاعبين اخرين، واللاعبين هذول ما يتناسبون مع المدرب. بعض اللاعبين المذكور اسمائهم اعتقد انهم لو جوا للسعوديه بيبرزون بشكل كبير، اولا لانهم مو يعني مو غريبين، يعني كاسيميرو كان نجم ريال مدريد، ما في شك، جاء مانشستر وما تاقلم مع نظام التحكيم في انجلترا، اخذ كروت حمر كثيره والحكام يعاملونه معامله قد لا تكون متعود، قد لا يكون متعود عليها، اضافه لانه اصيب، فيبدو انه ما عاد صار ضمن الخيارات. سانشو نفس الشيء، جاي من المانيا وكان افضل لاعب على فكره، كان بلينغهام موجود في ألمانيا وكان سانشو هو أفضل لاعب في الدوري، ولكنه ما تناسب مع تنهاج وتخالف هو إياه وإلى آخره، وصار بينهم خلاف معروف يعني، وأدى الاستبعاد من التشكيل. الشاهد في الأمر أنه أنا أيد بفهد كلامه، في البداية أول ما بدأ المشروع كثير كانوا يهاجمونا، عدد قليل كانوا يدافعون عن مشروعنا، لدرجة أذكر أنه يعني كانوا بعض مسؤولين لاعبين ليفربول قدامى ومدربينهم زي جراهام سونس كان ينتقد المشروع السعودي. لما جاء جيرارد وجاء هندرسون ما قالوا شيء، فطلعوا الناس اللي يدافعون وأشهرهم فرديناند وقالوا نفل، قالوا تعالوا أنتم كنتوا تنتقدون، يوم جاءوا لاعبين ليفربول سكتوا، يوم كان غير ليفربول كنتوا تقولون، الآن أنتم كان الموضوع عجبكم. فأنا أقول المستقبل الكرة السعودية الانتقالات الصيف الشتوية القادمة هذه سيأتي فيها بعض الأسماء يعني تعديل الأوضاع بعض الأندية، ولكن متأكد أن الصيف القادم سيكون ساخن. صحيح. ولا أستبعد أنه في أسماء زي صلاح ويعني دي بروين والأسماء الكبيرة هذه ممكن تجي في الصيف، فالمستقبل كبير. لكن أنا بعلق على موضوع تقنية التسلل شبه الآلي اللي بيطبقها الاتحاد الآسيوي، هاي التقنية ترى طبقت في كأس العالم وفي السعودية، يعني وهذا دليل إن حنا سابقين العالم. التقنية هذه في شيء يغيب عن كثير من الناس، أنا تكلمت مع أحد الحكام قال إن ما لها علاقة بالكاميرات حقة الملعب حقة النقل التلفزيوني، في ناس يقولك والله الناقل ما جاب اللقطة صح، يقولنا هذه لها كاميرات خاصة في الملعب تأخذ أتوقع 50 نقطة في جسم اللاعب وتسجلها، بعدين خلاص تبدأ المباراة فهي تصير شبه آلية. التحكم الوحيد ليش هم يقولون ما هي بآلية كاملة، يقول لك شبه آلية لأنها
اللي في غرفة الفار بس أول ما تبدأ المباراة يحدد إنه هذا الفريق الأصفر وهذا الفريق الأسود، هذا الفريق الأحمر وهذا الفريق الأزرق بس، وبعد كذا تكون آلية. 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 التقنية هذه ليش الاتحاد الآسيوي فاخر فيها؟ لأن الاتحاد الأوروبي ما بعد طبقها. بطولة أوروبا القادمة قد يطبقها، ولكن في بطولات سابقة ما قدم. هي طبقت في كأس العالم وطبقت على مستوى الدوري السعودي والآن تطبق في آسيا. يعني دائما على فكرة أحيانا تجي أدوار تمهيدية وما يطبق فيها. يعني شفنا النصر ظلم ظلم كبير في مباراته مع أهلي شباب دبي في الملحق الآسيوي. ليش؟ لأن تقنية الفار ما كانت موجودة. ليش ما كانت موجودة مع أنها موجودة في الملعب موجودة عندنا؟ لأن الاتحاد الآسيوي يقول لك طالما ما أقدر أطبقها على جميع مباريات الملحق فبالتالي ما أطبق عليهم كلهم، ترحل إلى الدور اللي بالضبط. وكان عندنا في الملحق مباريات تلعب في دول ما فيها التقنية فلذلك تلغى من كل الأماكن. لكن الآن الدوحة وقيم فيها كأس العالم وعندهم التقنية موجودة، ولذلك تطبق في الدوحة القادمة. أبو ساري، أنا بعلق على خبر مارينو لاعب الاتحاد. يعني الأخبار اللي موجود، الخبر اللي موجود مارينو متمسك بالاتحاد. طبعا هاي ترى فيها إشارة مهمة. يعني تبغون تطلعوني أنتم لا ترغبون فيني، ترى هذه لها معنى آخر. دام تدفعون الثمن. لو قال أنا أبغى أطلع تفرق في الحسبة. هذا رجعنا إلى تصريح رئيس نادي الاتحاد لما قال إن اللعيبة جوني ومتفهمين، يقولون ترى عادي إذا إحنا نبغى، إذا تبغون عادي نمشي ما عندنا مشكلة لمصلحة الاتحاد. الآن روبرينو هو متمسك، وهذا وضع طبيعي ترى، هذا المنطق. لا يمكن لا يمكن لاعب يجي يقول والله أنا جاهز إني أمشي، جاهز أو أمشي متنازل، معناها أبغى أخذ حقي. نعم. لما روبرينو يكون متمسك بناء على هذا الخبر، هذا هو الوضع الطبيعي. نعم. يعني تبغاني أمشي نادي ثاني، ترى ما راح أمشي كذا، في بعضهم يساوم، عطني بقية عقدي وأصير أنا حر وأروح للنادي اللي أبيه. نعم. لكن والله بتوديني إعارة، زين أنا ألعب بالاتحاد تنقلني إعارة لأي نادي أيا كان، يعني بالتأكيد أنه مثلا مدينة مختلفة فيها حسب نسبة وتناسب. إذا ما راح للهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد بالوقت الحالي، طبعا بيطلع من الاتحاد بيروح لها الثلاثة هالأندية، هذه هي اللي الآن مطمع. فمعناه أنا بروح النادي أقل على الأقل ماليا. لازم يكون لي حسبة، يعني عطوني متبقي وبعدين أنا أروح. نعم. أو على الأقل جزء من المتبقي وبعدين أنتقل. وهذه اللي أنا فهمتها من كلمة متمسك بالاتحاد، إلا إذا كان الجهاز الفني ما يرغب فيني. يعني أنتم اللي ما تبوني حاسبوني. نعم. وهذا التصرف الطبيعي ترى لكل اللاعبين في كل الأندية. نعم. عشان كذا سالفة أن أنا مستعد أني أمشي وأنا ما مقتنع فيها أبدا، إلا إذا كان فيها مبلغ مالي مجزي، عطني باقي عقدي وامشي واروح النادي ثاني. هذا الكلام بزنس از بزنس. طيب عمر الكاملي، موضوع رومارينيو، كيف انت يعني استقبلت هالخبر هذا؟ يعني انت تشوف انه المرحله اللي جايه الشتويه هذه، اذا كان لاعيبه نادي الاتحاد بنفس المنطق واللي هو اللي قاله ابو ساري انه منطق طبيعي جدا لاي لاعب محترف انه حقوقي في المقام الاول، انت تشوف انه محبط بالنسبة للاتحاديين خصوصا يعني بعد الخروج الصعب في كأس العالم للأندية؟ أول شيء أنا أعلق عليك أنت على حكاية شهر أوغست وشهر أنا أقول لك يشارك في يعني انتهى في شهر في أوغست ويلعب في شهر 9، أنت قلبتها أول شيء. أنا ما قلبتها. لا لا لا, لا. أنت أخذتها. الناس نسيت، ليش تذكرهم؟ الناس نسيت، ليش تذكرهم؟ من باب أولى بس الحرص. لا الحرص. وتعليقا على أول شيء على نيمار. إيه؟ نيمار أعتقد الهلال لن ينتظر 10 أشهر حتى يعود اللاعب بقيمة نيمار، هم يحتاجوا ظهير أيسر بمستوى عالمي، وأعتقد هذا فكرهم الآن من صب على ظهير عالمي بديل نيمار. بالنسبة للاعب الاتحاد رومارين، هو أعتقد حان الوقت للتغيير في الاتحاد، أديت ما عليك يا روما، وبقية اللاعبين حتى يمكن كورنادو حتى قروهي، الآن مع التغيير اللي حدث في جميع الأندية وخصوصا أندية الصندوق، من باب أولى أن الاتحاد يغير من 5 إلى 4 لاعبين جدد، خاصة بعد مشاهدة المستويات المتدنية بداية من البطولة العربية ونهاية بكأس العالم. هذا لا يليق بالاتحاد أبدا. اللاعب قدم
كل ما لديه، أصبح هداف الاتحاد التاريخي، لاعب كبير وقدم عطاءات كبيرة، لكن الوضع اختلف، الوضع من ناحية جودة اللاعبين اللي جوا لبقية الأندية، جودة اللاعبين المختارين حتى في الثلاثة الاتحاديين، ولهذا حان الوقت أوكي من باب أولى أنه يطالب بمستحقاته أو يطلب مستحقاته أسوى ببقية اللاعبين اللي على مستوى هذا الأمر طبيعي الأندية. بس أنا برجعني الكلمة أنت قلتها، أبغى يعني استفهم وش تقصد انت فيها. يعني انت لما قلت من باب اولى ان الاتحاد الحين يتعاقد من 4 إلى 5 لاعبين، نعم، طيب هذا تقصد فيه توجه الاداره الاتحاديه ولا توجه لمين بالضبط؟ توجه الاداره الاتحاديه والاستثمار على حسب كيف هو الاستثمار؟ معليش الكلام اعتقد رئيس نادي الاتحاد اللي كان ينتظر الجميع رد سعد اللذيذ حتى اللحظه، حتى انا احمل بنسبه 90% إدارة نادي الاتحاد اللي أنمار الحائلي لكل ما حدث في الاتحاد، حتى كأس العالم وسقوطه في كأس العالم، سقوطه اللي ما كان أحد ينتظر هذا السقوط، إدارة الاتحاد تتحمل الجزء الأكبر، لكن ينتظر احنا الاتحاد مختلف، عنده لقاءات وعنده مشاركات مهمة ومهمة جدا، عنده كأس آسيا الذي سيؤهل لكأس العالم 25، كأس آسيا هذا الفائز يتأهل لكأس العالم ببطولة آسيا 25، عنده السوبر، عنده كأس الملك، عنده مشاركات مهمة، إذا ما غيروا في خارطة الفريق، غيروا في شكله ولون الفريق لن يتغير شيء في الاتحاد. إلى الآن ما جبت إطاري موضوع الاستثمار، وش دخل الموضوع أنت يعني وش علاقة الاستثمار في الموضوع؟ صندوق الاستثمار أو مو صندوق قصدك، قصدك لجنة التعاقدات. لجنة التعاقدات، لا استقطاب، لجنة الاستقطاب، برنامج الاستقطاب يتحمل جزء. وش الجزء اللي يتحمله؟ يتحمل الجزء انه ما كان الاتحاد يا جماعه حينما شارك او يشارك في كاس العالم كان هذه المناسبه من 3 أشهر 4 أشهر معروفه، حينما طالبوا باكثر من لاعب وهذا على قول رئيس نادي الاتحاد لم يتحقق اي مطلب. نعم هناك اشكاليات وهناك كثير من الكوارث. لا تعطيني كلام عام عمر، الكوارث اللي حدثت. دقيقه انت لما تقول انت هذه المطالب نعم شرعية للاتحاد بحكم مشاركة الكاس العالم، مفروض أن اللاعبين اللي طلبهم يتوفرون، وفي نفس الوقت أنت محمل إدارة الاتحادية 90%. لأن هي السبب. كيف تركب ذي؟ أي هي السبب. يعني إذا كيف تركب الثنتين مع بعض؟ تركب الثنتين. شلون؟ علمني. تركب الثنتين. يلا. أول شيء إدارة الاتحاد انتظرت وحتى يخرج سعد اللذيذ بالحوار الشهير، بعد ذلك انتظرت. يا أنمار الحائلي، إذا كان كرسي الاتحاد لهذه الدرجة مهم لك شخصياً، لماذا لم تخرج قبل هذه الفترة بأن الاستقطابات لم يوفر لنا كذا وكذا؟ هو لمح في أكثر من تغريدة بأن في فمي ما، بأن لم نستطيع. لا يا أخي، كرسي الاتحاد مهم، كرسي الاتحاد أهم موقع مع كل الاحترام وتقدير للجميع، لكن البقاء وبعد انتهاء فترة التسجيل تظهر يا أنمار الحائلي ويمكن تنتقد سعد اللذيذ، هذا أكبر غلط. حتى لو كان في خطأ أو شيء، أنتم ما يتحمل المشكلة بداية، يمكن أخطاء كوارثية بداية من 3 سنوات وحتى الآن تستمر نفس الأخطاء. لا تروح وتجي على الإدارة الآن، دخل معاهم شريك. دقيقة، أنت تروح وتجي على الإدارة، أنا ما سمعتك الآن على أبي 10% اللي تحمل فيها لجنة التعاقدات. وش هي يا أخي؟ صندوق البرنامج الاستقطابات حينما طلب الاتحاد تحديدا طلبوا لاعبين، وعلى قول الرئيس نادي طلبنا 5 لاعبين، 5 لاعبين طلبنا، لو تحقق 1 أو 2 أو 3 لاعبين كان عندهم جاهزية للكثير من اللاعبين بالرحيل في تلك الفترة، خاصة أن الاتحاد كان مشارك في كأس العالم. أنت تذكر الخمسة اللاعبين هذول اللي تكلم عنهم الرئيس؟ 2 جددوا لهم فقط. أنا أعرف الاتحاد جيدا يا دقيقة أبو نواف، وطلب دي بروين وطالب، ما هو شرط تجيب له هذول نجيب راموس، بس انا لو جابوا راموس تحل راموس. انت عارف انه في مفاوضات كانت معه صح ولا لا؟ في اخر اسبوع، متى تتحقق هذا؟ لو الصندوق وافق على راموس حلت يمكن 80% من مشاكل الاتحاد. 80%، انت عندك اهم لاعبين ما كانوا لا في الفورما ولا، واهم لاعب سعودي اللي هو شراحيلي، ذهب شراحيلي وذهب حجازي، الان تحتاج لاعب كبير يحمل الاثنين. طيب. اللاعب المحلي واللاعب الاجنبي، لو تعاقدوا مع راموس حل ب 80% من الاشكاليات. ممتاز. طيب انا اتمنى انكم فهمتوا ال 10% الخطا حق لجنه التعاقدات. تفضل ابو علي. والله انا بتكلم عن التعاقدات بشكل عام. الانديه الحين كل النغبه السائده اذا تجي عند الاتحاد يقول لك غير 5
الاتفاق غير ثلاثة، شباب غير اثنين. اليوم أنت في مرحلة خلينا نقول في الاحتراف هذا والتعاقدات الضخمة مع نجوم، لغة الأرقام هي اللي تحكم عليك. كم تمشي وكم تجيب. أنت ما أقول تقول لي والله أنت خاصة في انتقالات شتوية بتمشي خمسة صح؟ عقودهم سارية عليك. ما في نادي رغب فيهم في عقودهم العالية، شو بتسوي فيهم؟ بتاخذ عقودهم هذا تجيب عليهم خمسة عقود. هذا كلام مو كلام احترافي. اليوم الدوري السعودي أو نتكلم نوعية المحترفين والعقود اللي تقام اليوم تحتاج لغة أرقام تكون مقابلها. أنا عندي خمس محترفين بمشيهم. أول شيء مثل مانشستر، مانشستر ما جاك حب فيك ترى. عنده لاعبين جيدين. يبغى السوق السعودي يستقطبهم. راح يوديهم السوق السعودي عشان يتخلص من عقودهم. نعم. لأنه يدري مثل لاعب قيمته 30 مليون يورو ما في نادي بياخذه في انتقالات شتوية. ممكن ينزل لك، ممكن يتحمل جزء في المفاوضات. لذلك اليوم رقعة الأرقام اللي قاعدة تصير هذه كانت قبل ثلاث سنوات تصير صح. الاتحاد غير محترفين كلهم، الاتفاق شيل الشباب جيب لي ستة، ما يصير. كم عندك أنت بالميزانية، كم البجت مالك، وكم تصرف من البجت اللي موجود عندك الحين في اللاعبين. يعني على سبيل المثال الاتحاد فيه أربع لاعبين صح، يطلبوا يمشوا عقودهم لو تلمها كلها 100 مليون يورو صح؟ عمر ممكن 100 مليون يورو، خصوصا اللاعبين السابقين. ما حصلت واحد بيدفع 100 مليون، ايش بتسوي فيهم؟ ما تقدر، حتعيرهم وحتستثمر. ما حد عارف زين، في انديه ترغب فيهم على فكره. جوتا في نادي الانجليزي يرغب فيه، عبد الرزاق حمد الله نادي قطري ونادي محلي يرغب فيه. لذلك لذلك انا اتكلم لغه الارقام كامله. انت اليوم فيه لغة أرقام لازم تحترمها في التعاقدات. التعاقدات اليوم أنت بتمشي بتجيب، مو ما راح يكون قرار مدرب ولا رئيس نادي ولا لجنة. أنت عندك مثلا ثمان عقود ملتزم فيها كنادي، خلينا نقول على سبيل المثال أحد الأندية صح؟ تبي تبدل، أول شيء تخلص من العقود اللي عندك. بعدها تفكر تجيب لاعبين اثنين. ثاني شغلة بنقول لك سوق الانتقالات الشتوية بتحصل نجوم يعني. يعني دائما سوق الانتقالات الشتوية يكون محدود. بس الليمت ما راح تحصل. الليمت معروف، الليمت معليش. الهلال تعاقد بثاني نادي في العالم ب 288 مليون او صححوا لي، بعده النصر. الاتحاد لم يصل حتى لنصف المبلغ، فلهذا محدد فيه ليميت معين. انا شفت، انا تدري شنو المشكلة؟ من قال؟ بس بقول لك خليني ورقيا حسابيا. بس انا بقول لك شيء، الفرق 6 مليون ما بين الهلال والاتحاد اللي موجود. انا بس بعلق على النقطة هذه. تفضل. يمكن انا بعيد شوي على الاجواء. انا بسك سؤال، هذا لاحظت الطرح فيك ولاحظته في ابو صهيب مره بعد كتب انه في فرق. انت ايش خصك بالهلال؟ ما قلنا احلى الهلال، مالك شغل انت حسب تعاقداتك، جيب لاعبينك على حسب ميزانيتك. انت خصك في النصر؟ خصني في النصر، هذا غلط. خصني في النصر، هذا الاطراح اللي قاعد يصير. والله عمر ما يصير بهدوء. خصني في النصر، يعني انا اشوف اتفاق الشباب، اتفاق وقع ويا لاعب انا بوقع وياهم. كلهم الاربعه كلهم الاربعه عندي صندوق. بالمختصر الاربعه عندي. لا انا اتكلم، لا شوف انا اتكلم بالمختصر، انا اتكلم احصائيه. خلينا نتكلم بوضحيه. بعض الاعلاميين امون عليك عمر، اكيد هذا الاتحاد اكيد حطيتوا لغه الارقام في تغريده انا شفتها، ان فرق بين الهلال مليار وانتوا الاتحاد مليار، وانت الحين طرحتها واحد الزملاء. يا اخي انت اشتغل انك تجيب لاعبين تفوز على الهلال برضيه الملعب. كم ما كم ترى في ناس بيتعاقدون 200 مليون بيفوز على واحد متعاقد مليار. اكيد وهذا حدثت في الدوري وتصير بالدول الاوروبيه. معليش يا سطام، شوف هو الان الكلام يعتقدون ان القرار عند رئيس مجلس الاداره النادي الغير ربحي، وهذا مو بصحيح. صح، كل شيء الان عند الرئيس التنفيذي. كل شيء عند الرئيس التنفيذي. ما ادري يعني، انا اشوف انه هل هو يعني احنا قاعدين نبغى نقول للناس انه ترى انمار الحائري هو صاحب القرار؟ لا، مو هو صاحب القرار. أكيد. صاحب لحظه صاحب القرار هو البرتغالي. الان البرتغالي على المحك. انت تقول عندي 10 اجانب، في 5 اجانب ابغى امشيهم واجيبهم بدلاء. السابق وش كانوا يسوون؟ كانوا ينقلون لاعبين زي اذكر جاري رودريغيز واللاعب الصربي، ينقلونه لدوري كوري ودوري تركي، وانا اللي اصرف عليه. لا انا اليوم مثل ما رجل الانتقالات في مانشستر يونايتد جاي يكسب، انا ابغى بعد اكسب. صح. مو بس اني اجري اخسر. يعني انا اعرف انه انديه الصندوق الاربعه ثلاث اشخاص تنتهي فترتهم في شهر تقريبا 7/2024، لن يستمروا، لن يجدد. نعم. معهم. صح. يعني اللي انا اعرف زي مسلي ال معمر، البديل اللي الان هيئه النصراويين عبد العزيز العمران. الاتحاد البديل لانمار الحالي الاخ العزيز خالد التمبريك.
التميرك. نعم. التميرك. نادي الهلال هو الوحيد اللي ممكن يستمر. نادي الأهلي هناك الآن مشاورات كبيرة داخل المجموعة ذي أنه ممكن عبد العزيز العنقري يعود كرئيس. لكن أنت تجي تقول لي هذول هم أصحاب القرار؟ لا، مو أصحاب القرار. أصحاب القرار هم الرؤساء التنفيذيين. أتكلم لك عن الأندية الأربعة. مجالس الإدارات اللي أنت تشوفها غير الربحية لا يتخذون أي قرار حتى في أي أقل القرارات. فأنا أقول أنه دائما الناس علشان إحنا نقول أنه اليوم الرئيس التنفيذي النصراوي الإيطالي أو الاتحادي البرتغالي أو اللي بيجي للهلال بداهم في 1-1 أو الأهلاوي المتوقع حضوره، ترى القرارات في يديهم. مجالس الإدارات غير الربحية لا يملكون أي قرار. هذا بس اللي حبيت أوضحه. اسمح لي تفضل بخير. بس استقبال كلام الأخ سطام، أول شيء ترى يعني فيه لجنة في الوزارة لما كانت هي المعنية بالتعاقدات وفيها الكفاءة المالية، ولازم تكون مقننة في المصروف والمردود عليها، فهي ما يتحكم بس فيها الأندية إلا إذا كان عندها هذا الفائض وتقدر يعني تبيع وتشتري عقود. نعم، هذا واحد. نفس الأمر تفضل فيه الأستاذ سعد اللذيذ أنه ما هي مأخوذة هي الآن هي مفتوحة هوا، لا بد أنها تكون مقننة بنفس هذا الأمر ومرجعيتها البرنامج الاستقطاب. فيه أمر يمكن حدث أنا يمكن خلاف الأندية اللي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، أنه في تدوير على المستوى الداخلي حتى لا تتأثر فيك أن اللاعب حتى ممكن من الأندية اللي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة حتى يكون تدوير داخلي وتستفيد من القيمة الموجودة ولا يتأثر بهذا الرقم اللي تفضل فيه. زي خبر حق فيرمينيو. نعم، أنه يكون من الداخل، وهذا لا تؤثر اليوم على 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 موضوع يعني الفوضى تدوية المالية اللي يتكلمون فيه، وفي نفس الوقت انه مصالح الأندية مع بعض انه هذا اللاعب ينتقل بناء على حاجة اللاعب الآخر في نادي آخر، بحيث انه تكون هذا ولا يؤثر على الجانب المالي، ما يكون عندك فيها فوضى مالية. يعني واحنا نقول مثلا هذا الأمر يعني واخذ في عين الاعتبار مع من خلال وزارة الرياضة. طيب السؤال الحين على كلامك هذا، معناته فيرمينيو من اللي حيتحمل راتبه؟ يتحمل الراتب من خلال برنامج إذا كان النادي الآخر عنده كفاءة مالية عالية أو عنده مداخيل عالية، ويتحمل جزئية منها. إذا كان النادي مثلا نادي الشباب اليوم يبغى يستثمر لاعب ويجيب لاعب، أن تكون عنده تغطية مالية من خلال الدعم الحكومي. سياسة الفتح المالية، نعم، هل هي يعني قادرة أنها تجيب واحد مثل فيرمينيو بهذا المبلغ؟ ممكن يكون عندهم فايض. ممكن بغض النظر على الفايض، انا اتكلم على السياسه. لاحظ اني قلت لك السياسه الماليه ولا قلت لك هل يحتاجون هذا الفايض؟ هذا معناته انه هذا جزء من سياسه الماليه. مثلا محمد حنا ما نعلم، لكن ممكن هو يعني يتنازل عن لاعب اخر بقيمه عاليه ويستفيد من يعني يصير صفقه يعني هذه تكون فيه، حيث انه مثلا ما يكون اليوم في اشكاليه فيه اليوم على المشاكل الماليه اللي كانت حادثه في حساب. نعم. اعتقد الانديه عندها هذا المجال يعني، واخذ راي الوزاره والبرنامج الاستثمار. بس بعد احنا في نظره لازم ما يصير بعد انا انظر الانديه كلها بيصير سقفها واحد ميزانيتها واحده. في انديه تكون دائما مرتفعه ميزانياتها، في انديه تكون منخفضه. نعم. بالموارد الثانيه غير خلينا نتكلم الصندوق. صحيح، عندك موارد ثانيه بتجيك. نعم. سواء مشاركاتك الخارجيه استثمار وغيره. تفضل دكتور. انا سمعت خبر قبل كم يوم عن انه 14 نادي سيتم الاستحواذ عليها من شركات ستنقل ملكيتها للشركات. هذه 14 نادي بيتبع نقلها لشركات ضخ مالي. الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل في اول اعلان اللي قبل الدوري لما اعلن عن الاربع انديه اللي استحوذ عليها الصندوق بنسبه 75% وقال القادسيه ارامكو والعلا والدرعيه والصقور، وقال انه المرحله الثانيه في الربع الاخير من العام. هذا هو الربع الاخير من العام. نعم. فيبدو لي ان الاعلان اللي طلع قبل اسبوع من وزاره الماليه انه ترى الموضوع جاد. ولكن لانه اي فاهم بالوعد، لانهم قالوا الربع الاخير من العام اعلنوها في الربع الاخير من العام. متاكد انه فتره التوقف ال 45 يوم هذه اللي بتجي سيتم فيها استحواذ. الخبر للاستحواذ على ال 14 نادي الباقي في دوري روشن سيتم الاستحواذ عليه من شركات مختلفة. كل شركة ما تستحوذ بس عشان تحط الاسم، ستضع معه إدارة. نعم. إدارة وضخ مالي. نعم. وضخ مالي محوكم، ما هو على كيفك أنك تبيع وتعدل. 14 نادي اللي أنت تتكلم عنها ما هي بفرق كرة قدم. أنا أتوقع أنها فرق كرة قدم. لا لا لا، ال 14 نادي ليست المذكورة في الخبر ليست فرق كرة القدم،
ولا تتعلق بأندية الروشن. ممكن هذا لكن اللي أنا متأكد لكن منه. الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في الإعلان اللي في الصيف قال الربع الأخير. الربع الأخير. نعم. الربع الأخير من العام سيتم الإعلان على الاستحواذ على بقية الأندية. نعم. فالآن الاستحواذ هذا إذا تم وأنا يعني أرمي في بالي إنه في 45 يوم هذه ستدخل فيها شركات ومعها أموالها. نجي الموضوع الاتحاد. الاتحاد يبدو لي إنه الاتحادين يعني عاطفيين وقلوبهم حنونة ومحبين لناديهم جد والله. أيه. وجمهورهم عاطفي وإعلامهم عاطفي وإدارتهم عاطفية، ولذلك الخمسة نجوم اللي جابوا لهم الدوري العام الماضي اللي هم قروهي وحجازي ورومريني وحمد الله وكرادو قالوا هذا الخمسة لا يمسون. في المجلس هذا كان فيه كثير من إعلاميين الاتحاد تواجدهم يقولوا الخمسة هذول لا يمسون، بينما مثلا نأخذ مثال الهلال اللي هم الحين يقول ليش الهلال عنده الهلال كان عنده خمسة أو أربعة أو ستة جابوا كاس آسيا مرتين، كاريو وغوميز وكولار وموريغا وقبلهم إدواردو والمعيوف. الهلال ينظر الموضوع مصلحة مثل ما قبل قال تو بزنس از بزنس، أنت بزنس از بزنس، بزنس از بزنس. أنا عندي هدف بيج تارجت، نعم اللاعب يعني خلنا نقول أخذت منه اللي أنا أبغاه، الآن مرحلة انتقال للي بعده ما يخدمني في المرحلة. هذا هو الفكر اللي المفروض أنه يكون موجود. الاتحاد هو الذي جنى على نفسه بأنه قال أبقي الخمسة ذولي. طيب لو تبقي الخمسة ذولي بجيب لك ثمانية صار عندك 13 لاعب، مو منطقي. ولذلك أنا متأكد أن الاتحاد تعلم الدرس بشكل قاسي جدا، ولكن تعلمه في وقت متأخر أنا عارف، ولكن مهم أنه الآن يصحح. ومهم الأندية هذا هذه اللي تكشفها المهارات الإدارية. صحيح. يعني مثلا محمد نور اللي جاب مع الاتحاد أكثر من 22 بطولة ولعب نهائيات كثيرة والوصافة كثير، عدنان جمجوم أعتقد عادل جمجوم المهندس عادل جمجوم صار فيه تفاهم بينه وبين الجهاز الفني على تشبيب الفريق، وقام واستغنى عن محمد نور. هذا التاريخ، ما صارت العاطفة هي اللي تتحكم، صار العقل هو اللي يتحكم. محمد نور صار خارج نادي الاتحاد، صحيح ان صارت ردة الفعل عنيفة اعلاميا وجماهيريا، لكن القرار كان صحيح، والدليل انه بعد شهر شهرين الاتحاد كسب نادي الشباب 4-2 وفاز بالبطولة اللي كان نجمها عبد الرحمن الغامدي وعبد الفتاح ومجموعة من الأسماء الصغيرة. فأنا أقول أنك أنت اللي تتكلم عن الخمسة اللي جابوا لهم الدوري أني أنا وقع معهم عقود ب20-25 كانت المهارات الإدارية كشفت ضعف المهارات الإدارية بين العقل وبين العاطفة. الجوانب العاطفية صحيح. فانتصر بس تعليق. على العقل تعليق معلش تعليق على حكاية نور. نور ذهب للنصر وحقق بطولة، وحقق بطولتين وإنجازين للنصر، حقق دوري واللي كان غايب عنهم لفترة كبيرة حينما تم إبعاده، وأثبت من خلال مشاركته في النصر من تحقيق منجز كان ينتظر النصر الكثير. الاتحاد الإداري. حتى القرار الاتحادي، حتى القرار قوة الإدارة والإرادة هي اللي تصنع الفريق، هي اللي تصنع الاتحاد غايبة تماما. أنا أضرب لك مثل 2019 اللي يقولوا فيه ما فيه. نعم كان فيه ما فيه، في شخصية اسمها سعود السويلم، كان هذا الشخصية هو الرجل الثالث بعد الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه وبعد فيصل بن تركي، صنع إنجاز للنصر من لا شيء، وكانت عنده قوة إدارة وقوة إرادة. أوقف 12 حكم وعدم قدومهم للمملكة العربية السعودية، كان هناك تحدي أمام المنتخب بمشاركات استعدادات جانبية لتصفيات كأس العالم اللي هي أقيمت في قطر، ورفض أن يشارك نادي النصر في هذه لاعبي نادي النصر والاستعدادات قبلها بأربع أيام. ففي قوة إدارة وإرادة. طيب بس لا تقول أوقف، هو ما أوقف. ما أوقف. لا لا ما أوقف. رفض بمعنى الرفض. الرفض شيء. لا. شوف خليني أعطيك حاجة. من حقه. يا أخي مو أنا ما قلت لك حقه ولا مو بحقه، أنا أقول لك إنه أنت تقول معلومة خطأ. لا معلومة صحيحة. أرجع. أخي لأنك قلت لها أغسطس 9 لو أنك قالت. أيوة. معلومة. من حقك. يا أخي اسمع الكلام رضى عليك.
لما تقول أوقف يعني هو صاحب قرار الإيقاف. رفض رفض. في فرق. أنا قلت رفض. أوقف يعني صاحب قرار. أنا رفض. إيه أنت تقول أوقف لا أوقف. يا أخي تراجعنا وقلنا طيب. رفض. ماشي ماشي. طيب الآن أنا كنت على طاري محمد نور لما يبعد من النادي مو معناته إنه هذا اللاعب لا يصلح لنادي آخر. لا أنا بس المعلومة. يعني واحد مثل محمد نور أحيانا أنت اللاعب معد. يصير في مجال انه يخدم وانا اقارن الخمسة اللي الان اقارنهم بنور بس محمد اسمعني بس بكلام بسيطة ترد باس تحملني واجد يا جماعة معليش تفضل بالعكس دكتور حافظ تفضل في الهلال ايضا جوفينكو وايقالوا لاعبين حقهم منجزات ومشوهم نقطة أخرى بس أخيرة عموري واحد من أمتع اللاعبين لجولة السعودية لما أصيب بالرباط جماهير الهلال اتذكر ذيك الايام كانت حمله تطالب الاداره بالتجديد مع عموري حتى وهو مصاب الهلاليين في الشتاء مشوه او انهوا العقد حقه وجابوا بدال لاعب ارجع مره ثانيه اقول حينما يكون هناك صراع بين العقل والعاطفه كلما انتصر العقل صار في صالح الفريق كنت عاطفي وقتها انت دكتور ها؟ كنت عاطفي وقتها انا عاطفي صحيح كنت وقتها كنت طلبت ولذلك انا ما اصلح رئيس نادي تدري ليش لانه احد الاسباب والأشخاص الذين قرروا إلغاء المربع الذهبي هو بناء على كلامه أنا عضو اتحاد كرة وكنا من عام 2002 نصر على إلغاء القرار صحيح. فألغي القرار لكن إن شاء الله بإذن الله سيعود المربع الذهبي ما راح أقول لك أي شيء أبو سهري خذ وقتك خذ راحتك لا أنا خذ وقتك خذ راحتك أنا أتفق مع كل الكلام اللي قاله الزملاء سلا إيه الحمد لله عطني الوجه الآخر يلا بس عجل ما الوجه الآخر خلنا كذا يقول زي أسلم لأن عمر قال كلام يعني كلام كبير صراحة جدا وخطير ما أدري يعني أنت بناء على معلومات ولا كله بناء على معلومات ومعلومات موجودة أي كلام يعني مثلا منع طبعا ورفض أنا ما أتذكر لا رفض هذه تذكرها جيدة لأنه رفض حينما تم استدعاء إذا تعرف أنت قانون المنتخبات ومشاركات المنتخبات الخارجية والمشاركة قبلها بأربع أيام أو بخمستعشر يوم قانون الفيفا دي أي قانون الفيفا دي هذا ويعرفه جيدا يعني ما يضمهم بس هو ما يقصد ما يقصد هذه بس هو يقصد موضوع الحكام لا بس هو على التوضيح هو ما رفض ان ينضموا المنتخب هو طبق نظام النظام ينضمون حسب لوائح نظام الفيفا بس في منتخبات ياخذون من قبلهم باربع خمس ايام زياده بس ابو علي كان الفتره هذه الحنون الطيب ذا يقصد موضوع الحكام هو بيطبخ الحين عطى المجال والله انا ودي اني انك تتجوزي لكن ما دام مصر انت ما دامك مصر هي على المعلومتين يعني عمر يعني قال صحيح فيما فيه يعني هذه جمله قيلت قبل وقلنا زلت لسان بس يقول صحيح فيما فيه اللي هو موسم الدوري الاستثنائي نعم يعني كلام انا صراحه ودي اتجاوزه لكنها صعب اتجاوزه فيقول ان اراده اداره واراده نعم يعني كان يقول ان كان في عند اداره النصر شيء مو عند غيره قوه الشخصيه والاراده هي الاراده العزيمه يعني اتوقع ان اداره الهلال والاتحاد وقتها والاهلي اقل اضعف كان إدارة الاتحاد أنا بضرب لك مثل آخر إدارة أنا أسأل ببراءة حتى أعرف براءتك الجيدة جدا إدارة الاتحاد في 2020-2000 الدوري اللي ضاع من الاتحاد كان إدارة ما عندها لا قوة إرادة ولا قوة إدارة ف 2019 حدثت مشكلة للاتحاد وكان بإمكان تحقيق هذه البطولة 2020-21 اللي كان الفرق بينه وبين الهلال 11 نقطة الاتحاد أجل مباراة من الدور الأول للدور الثاني اللي هي الثلاث أشهر مع الهلال اللي من خلال حقق الهلال أنا أعتبر الدوري بالفوز بعد إصابة مروحي جبت لي خمس سنين الحين أنت لا خمسة مواضيع يا أخي لخبط الرجال ولا شو القصة هو أنا أقول له بس إذا عدادات نجددها شوية طيب ماشي فورمات يلا عطني رايك ابو ساري خلى الرجال في حاله انا مضطر اني اجدد عداداتي اللي تامرون فيه عموما يا عمر خلينا نتكلم بوضوح نعم انت تقول انه رفض نعم زين يعني كانك تقول ان غيره ما يقدر يرفض انا ما انا اقول رايه هذا اللي حدث يعني مع انه اصلا ما جت المناسبه اثنين موضوع الحكام
إذا هو رفض أنهم يحكمون للنصر. نعم. قدم خطاب. هذه معلومة جديدة. قدم خطاب رسمي. إيه قدم خطاب بس هل تم تنفيذ بقائمة الحكام ولم يأتوا للدور السعودي؟ هل تم تنفيذ طلبة؟ نعم. لا لا غير صحيح كلامك. قدم قائمة ولم يحضر أي حكم. يا أخي اسمع. لا تعطيني نص المعلومه من صح. من حقكم يا اخي. طيب بس لا تعطيني نص المعلومه صح لان شفنا الحكام هذولي شفنا الحكام هذولي بعد الخطاب. هو قدم خطاب فيه اسماء معينه يرى انهم يعني ما يحكمون للنصر. هل الكلام هذا طبق؟ لا لم يطبق بالنسبه 99%. شوف الحين اول شيء قلت لا ما طبق وبعدين تراجعت لي 99. لا لا ما تراجع انا قلت لك طبق لان الحكام شفناهم حكموا للنصر. مع احترامي لك يا عمر المعلومه غير دقيقه. لا صحيحه انا عشان كذا سالتك يا عمر سر. طيب كمل اعطيني رايك لان في كلام كثير على ذلك الموسم يعني وانا ما ابغى هذا الموضوع خلاص ينتهي. بطولة حققها النصر عن جدارة واستحقاق وانتهينا. أنا قلت في شيء مو فترة يجي واحد يقول فيه ما فيه في إدارة وإرادة يا أخي لما قلنا فيه في شخصية في شخصية اسمها وما فيه من إشكالية تحلها يعني هذه تفسيرها. ليه إعلام الاتحاد الفترة الأخيرة يشكك في النصر وإنجازاته ليه؟ لا لا أبدا ما أشكك أنا من يومي ما أشك أنا مع الحق إذا حقق إنسان بطولة يستحقها بطولة مستحقة للنصر وقتها بطولة مستحقة للنصر. طيب مو بتحت الحصار ترى عمر كاملي. أعطني رأيك يا أبو سعد. بس أنا رأيي أنها كانت بطولة مستحقة. لا نتكلم بشكل عام يعني الموضوع هذا أشبعته. أعطيني موضوع التعاقدات موضوع رومارينيو مع الاتحاد. اي موضوع شوف موضوع التعاقدات في فتره من فترات يطلع لك النصراويين وفتره يطلع لك الهلاليين وفتره يطلع لك الاهلاويين والفتره الاخيره بتطلع لنا الاتحاديين. ليش انا اقول هالكلام؟ لان عندهم كلهم المشكله هذه زي ما قلت لك على مشكله التحكيم والحكام وكلهم مظالم المساكين ذول. يعني الهلال مظلوم فترة والنصر مظلوم فترة والاتحاد مظالم هذولي مساكين والأهلي مظلوم هذول مساكين ذولي حالتهم حالة وبرنامج الاستقطاب ظالمهم وكلها يعني وكلها الملايين واللي يأخذونها ظلم المفروض ما يأخذون شيء تروح كلها تروح الكوك. من جد شيء يفقع القلب صراحة يعني من جد يعني في فترة أنا أقول لك ليش عشان أنا أتكلم عن الكل. في فترة طلع بتويتر وغيره وأن برنامج الاستقطاب وما حول فلوس مالكم وأنه مدري وشو حتى درت أن الزميل عبد الرحمن جماز جالس هنا مرة قال إذا استمر وضع على ما عليه عندي معلومة أن رئيس نادي الهلال سيستقيل. صحيح هنا قيلت يعني زعلانين برنامج ما هم معي بلا مع بندر في البرنامج هنا يمكن مع بندر في البرنامج هنا برنامج الاستقطاب ظلم الهلال وقتها على كلامه طبعا وظلم النصر فترة يتشكون وانهم عطوهم وما عطونا وجابوا لهم وحنا ما جابونا جابوا لهم ماني عارف لين قبل ما يجي ماني ماني هو اللي معه. الاهلاويين كانوا في الصيف فرحانين بجد يعني ويتغنون. الزميل حسن عبد القادر له تغريدات يشيد بالتعاقدات الاهلي وين رايح وين الاهلي بعدها شوفوا ايش سوونا شوفوا ايش جابونا ظلمونا برنامج الاستقطاب. حسن كان متحفظ يمكن تقصد واحد غيره. لا في تويتر تغريداته في تويتر لا بس في البرنامج عندي لا انا في تغريداته في تويتر ومنشنته فيها حتى اني سالته قلت له هل هذه حقيقه ام فوتوشوب؟ وما رد حسن الى الان مبسوط من التعاقدات والاسماء اللي جايه. الحين نفس الشيء عند حق الاتحاد اعلام الاتحاد. الاتحاد مظلوم يا رجل اتقوا الله في انفسكم. وان الانديه الثانيه صرفوا عليهم مليارين واحنا صرفوا علينا مليار. هذه الارقام يبي لها حسبه صح عشان نتاكد من هالموضوع يعني. انا اليوم مطلع على احصائيه على مقدمات العقود زين اللي معلنه. الفرق بين الهلال والاتحاد 6 مليون يورو في قيمه المقدمات العقود وفك العقود. شراء العقود من أندية أخرى الفرق 6 مليون. لاحظ 6 مليون في العقود مع أن أنت عندك أصلاً 5 موجودين. عشان كذا كيف تركب؟ إيه لاحظت شلون؟ معناته في الرقم عالي أرقام عالية. هذه اللي موجودة في الأرقام اللي تتسرب. وين الأرقام الدقيقة اللي طالعة من جهة رسمية نعتمد عليها؟
نعم. ماذا يقول لك والله مثلا روح لل شو اسم البرنامج؟ الاستقطاب. لا 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 سكاوتنج ولا ترانس ايش؟ ترانسفير. اي ولا وما حق ترانسفير ماركت وماركتنج مال العقود. اي روح له هناك وتجيب المعلومات. يا رجل احنا نتابع في هالبرنامج لما تجي لعيبه وقيمه السوقيه وتلقى كاتبين قيمته السوقيه 2 مليون ونوقع معه 100,000 دولار. يعني مو بصحيح الارقام اللي موجوده ويعتمدونهم مو بصحيح. فيجيك في الاخير انهم مظلومين الاتحاد. ما انتم مظلومين. ما انتم مظلومين. ما في ظلم على اي نادي سعودي وبالذات الانديه الاربعه. نعم. انصب عليهم الين خلاص. نعم. يعني يمكن الظلم الوحيد انه من كثر ما انصب عليكم ممكن تغرقون. طيب هذا اللي صاير لكم. في فرق بين الظلم يطلع عدم مساله انه يطلع مساله انه يطلع اعلامي هلالي. تبغينا اسكت؟ لا 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 ما يطلع اعلامي هلالي في فتره ويبين ان الهلال مظلوم ثم يطلع لك نصراوي. طيب يبين هذه وضعت يا ابو ساري وهلاوي واتحادي ملينا من هذول ترى خلاص السالفه ذي صارت ممله جدا. ممتاز ناخذ فاصل ونرجع نكمل معكم. حياكم الله معنا في هذا الجزء من الديوانية. هل تؤثر القضايا الدولية العالقة على تعاقدات الأندية في الفترة الشتوية؟ نشوف في التقرير التالي. قبل انطلاق الأندية في سباق التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية أصبح موضوع القضايا العالقة دوليا على الفرق يؤزم موقفها في الاستمرار بضم اللاعبين، وغالبا ما تعتلي هذه المواضيع السطح في هذا الوقت الذي يسبق بدء الفترة. مشكلات بعض الأندية تعدت القضايا الدولية وتمثلت بكون فريقها القانوني لا يعرف طريق الحلول، وربما بعضها الآخر أدلى بقرارات ظنا أنها تصب في مصلحة النادي واستنزفت خزانته. وزارة الرياضة رغم حرصها الشديد على إنهاء متطلبات الأندية وقضاياها الدولية وسن الكثير من القوانين لتقليل هذه العوائق، إلا أن الكثير من هذه الأندية ما زالت ترتكب نفس الأخطاء في كل مرة وتعرض منظومة النادي للعقوبات، والتي ربما تقف سدا منيعا أمام تحقيق الأهداف وربما تسير النادي في طريق مظلم مثل الهبوط إلى درجة أدنى. لا شك أن الكثير من الإدارات القانونية داخل الأندية السعودية يضرب بها المثل في حسن التدبير واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي، ولكن ما زالت القضايا الدولية تؤرق الكثير من الأندية وتسبب لها عوائق مالية وانضباطية كبرى تضعها دائما في موقف حرج. فمتى تستطيع الأندية تقليل القضايا الدولية؟ وهل الاستعانة بكفاءات كبرى في الإدارات القانونية في الأندية سيكون طريقا للحد منها؟ طيب دكتور حافظ أبدأ معك في يعني وضع الأندية في الفترة الشتوية. مين تشوف الأندية اللي بالفعل هي لازم تتحرك وبشكل سريع في تعاقدات؟ مش بالضبط مش بالضرورة من الأربعة الأندية المستحوذ عليها، أبغى أتكلم حتى عن الأندية الثانية. شوف الأندية المستحوذ عليها أنا أحس أنها فيها نوع من الاستقرار، لكن يبقى يعني الأهلي عنده نواقص والاتحاد عنده نواقص، وأعتقد أنهم هم الناديين اللي ممكن يتحركون. النصر أيضا أتوقع أنه لازم يجيب حارس مرمى، واتوقع انه ديخيه مناسب جدا لانه الان ما عنده عقد، واشوف انه في انديه في يعني حتى نيوكاسل قاعدين يغازلونه ويحاولون انهم يجيبون، لانه واضح انه كلام الشناوي بعد والشناوي بيروح الضمك. لا بعد في كلام عنه لا بيروح الضمك يا الشناوي. ايا كان انا اتوقع انه يعني هذه الاربعه الانديه انديه الصندوق هذه احتياجاتهم. الهلاليين يحكون عن بديل نيمار، انا ما اشوف انه في حاجه، والفريق مستقر وماشي كويس وعنده دكة زينة، فما أعتقد أنهم راح يربكون وضعهم أو وضع فريقهم الحالي المستقر. دائما في مثل إنجليزي يقول if it's not broken don't fix it، إذا كانت الماكينة الشغالة صح لا تقعد تصلح فيها. فهلال ماشي بشكل صحيح، لو جابوا عنصر ممكن
يخرب وضعه. الحين عرفت انك عاطفي صحيح. انا عاطفي صدق. انا اعترف اني عاطفي. لكن الناس تبحث على التقوي، يعني مثلا الناس تقول لك والله فيه خانه الظهير الايسر هي نقطه ضعف واضحه في الهلال. مكان مين طيب؟ لحظه معلش نيمار. انت نيمار معلش تقول نقطه ضعف نيمار علشان انا ابعده لازم اعطيه. لا مش تبعده انت، خليه موجود، خليه موجود معك. مش بالضروره انا مش بالضروره يعني في الأندية الثانية فيها 9 لاعبين، فيها 10 لاعبين. إيه ما يوافق واحد زي هذا ما يوافق. ينتظر إلى الفترة الصيفية. 10 لاعبين. ليش ما قلت من 9 لاعبين؟ بس ما في حد عنده 10 لاعبين. وفي أحد عنده 9 لاعبين، عنده 10 لاعبين الاتحاد. لا يا المستغرب يا الطيب. لا معلش يا دكتور شوف. بالنسبة للنصر الميركاتو النصراوي، حتى هذه الساعة مغلق. لأن المدرب مقتنع باللاعبين كلهم. حتى بوسبينا بالنسبه له معليش اليوم من عقب سبتمبر واغسطس صار مشكله سباط فبالنسبه لدخية قال بتصريح منسوب على لسانه اني انا تلقيت في الصيف اتصال من كريستيانو علشان احترف في نادي النصر السعودي واني رفضت. فموضوع اللي انا اعرف انه نادي النصر الى الان الميركاتو الشتوي مغلق، وانا اعتقد انه قرار فني حكيم. انت ادرى مني، وانا ارجع مره ثانيه اقول يعني الهلال اليوم اقوى دفاع واقوى هجوم وافضل فريق، وين نقطه الضعف؟ نقطه الضعف دي اللي في الظهير اليسار. لا في فرق. انت لما تيجي تقول انا اسعى لتقويه الفريق، وفي فرق اني لما اجي اقول، وفي فرق لما اجي اقول لا انه والله الفريق فيها في خلل مثلا. لا هي تقريبا الحلقه الاضعف في الهلال هي خانه الظهير. احنا نشوف اكثر من 3 لاعبين في هالمركز هذا يتداورون عليه، بس انهم مادين يعني. عموما في بكل الاحوال الايام بين انا في انديه يعني مراكزها يعني محبطه زي مثلا الرائد الطائله حد ما الشباب بعدين الشباب. بجيك على الانديه ذي، هذه الانديه يعني تحتاج الى تدعيم. الشباب والاتفاق والفتح، او خلينا نقول الاتفاق والفتح بدأوا كويس بعدين صابهم شيء. فاعتقد انهم يحتاجون الشباب والفتح، الشباب والاتفاق يحتاج الفتح والاتفاق يحتاجون لتدعيم. الشباب بدايه الدوري كانت كارثيه بالنسبه له وما لحق انه يصلح وضعه، والى الان وضعه ما صلحه. لذلك الشباب هو اكثر نادي يحتاج تعاقدات في الشتويه. لكن اذا تسمح لي بعلمك على في هزه راس قويه هنا. لا طبيعي يعني تكلمنا قبل وتكلمنا تكلمنا مع ابو الساري تكلمنا مع الكل يعني ما هو. لكن انا بعلق على القضايا اللي في الفيفا. انا اقول ان احنا الان ارتقينا بمستوى الكره السعوديه بشكل كبير مع التعاقدات، وارتقينا فيها بتنظيم الكاس العالم ان شاء الله وكاس اسيا. بيصير عندنا ملاعب مميزة، بيصير عندنا ناقل تلفزيوني بإذن الله مميز. باقي نحن نرتقي بالشؤون القانونية. الإدارات القانونية اللي في الأندية ذي ما تنفع، لن تخدمك في الفيفا يا أخي. ما فيها شيء أنك مثل ما تعاقدت مع رئيس تنفيذي كويس في كل نادي، وأن الآن أصبح المدير التنفيذي أساسي، وجبت الآن اللي يسمونه التكنيكال دايركتور أو المدير الرياضي في بعض الأندية، وبدأت تستقطب كبار القوم اللي جايين من مانشستر سيتي، واللي جايين من تشيلسي، واللي جايين من بنفيكا. الان الوقت انك انت تستثمر في الادارات القانونيه في الأندية، تجيب القانونيين اللي يا اخي. مانشستر سيتي اعطيك مثال، رفع عليه قبل سنتين قضيه كادت انها تحرمه من المشاركه في كاس دوري ابطال اوروبا سنتين. صح. وجاب محامين صح وطلعوا زي الشعر من العجين وجاب بطولة الشامبيونز. لا قلل المدة. بس إيه؟ أخذ البطولة. أخير. الآن نادي إيفرتون خصم منه 10 نقاط. نعم. ويقال إنه نادي تشيلسي ونادي مانشستر سيتي مهددين أيضا بالتهبيط وكذا. وأنا أقول لك الآن لأني أدري إن الأندية دي تشتغل صح بيجيبون محامين يطلعونهم زي الشعر من العجين. فأنت المحامي حتى لو إنك عليك خطأ أو عليك مخالفة قانونية أو عليك خلل في العقود، جيب محامي صح وتمشي امورك. القضايا اللي موجوده بس الان فهمت الادارات القانونيه هنا عندنا في الانديه. الاول الانديه تسجل على النوته، وش المحامي ايش بيسوي لك؟ انا قصدي اقول لك يعني القصد انك ما فيه مكاتب محاماه، ما فيه يعني ما فيه عقود، انت ما تسدد. انا اقول لك يا ابو نواف تعاقد مع مكتب محاماه عالمي صح، يصير كونتراكت ويصير مسؤول عن الانديه السعوديه وقضاياها. أنا أقول لك القضايا ذي اللي تشوفها ذي كلها تروح رئيس الفيفا الحين في جدة.
علاقتنا مع الاتحاد الدولي وصلت مراحل متقدمة جدا. احنا يجب احنا نستثمر هذه العلاقة ونستثمر المال اللي موجود بحيث احنا نستطيع ان احنا نستقطب افضل المكاتب المحاماة الرياضية في العالم. وانا اقول لك القضايا هذه باذن الله تزول. طيب الكوادر السعودية تتعلم منهم، لما تجيب المكتب هذا وتجلس الكوادر السعودية تتعلم منهم. عندنا ما عندنا على فكرة ترى قانوني رياضي متخصص، يمكن في واحد اثنين، تلقى محامي مسؤول عن العقارات ومسؤول عن المواريث ومسؤول عن كذا ومسؤول برضه. بس ابو ركان هذا الانديه ما تسدد، يعني موقف ضعيف. اي لو تجيب مو مكتب محاماه ثاني وموضوع لا لا لا. انت لما تضع مثلا مشاكل السيتي ولا تشيلسي، السيتي وتشيلسي وايفرتون مشاكلهم واضحه، يعني يا تسجيل لاعبين قصر، احنا ما نسجل لعيبه قصر، لا عنده مشاكل ماليه، هذه تهديد فهد، عندهم مشاكل في اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف هذا اللي حصل في برشلونه. لا لحظه، لا لا بس في فرق، معلش ابو علي، احنا ما عندنا لعب المالي النظيف، ما طبق. فانا اشوف انه في كوادر سعوديه متميزه. احنا زي ما قال ابو نواف، احنا مشكلتنا مع الفيفا ان احنا معنا، هي شوف هي بشكل واضح، هم الزبائن كانوا ثلاثه، النصر الاتحاد الأهلي، هؤلاء الزبائن الثلاثة خلاص، بعد ما جاء صندوق الاستثمارات، بعد ما جاء وزارة الرياضة، بعد ما جاء برنامج الاستقطاب، انتهت المشكلة. ما كان معهم فلوس، اليوم صار معهم فلوس. فما أنا أشوف أن الإدارات القانونية في الأندية، ملاحظتي الوحيدة على الإدارات القانونية في الأندية أنها يعني نشطة في تقديم شكاوي ضد الإعلاميين فقط. طيب ممتاز. أبو فيصل تكلم على الشباب والمرحلة، هذه المرحلة اللي موجود فيها الشباب الآن ووضعه النقطي، وضعه الفني مقلق جدا إلى أبعد درجة. فالفريق عنده احتياج كبير في فترة شتوية أنه يدعم صفوفه على اللاعبين صراحة اللي تقريبا خلينا نقول استهلكوا في النادي ولم يقدموا أي شيء. أول شيء يعني بس استكمال كلام الدكتور أبو فهد، أنه ترى الفترة الشتوية يعني على المجمل كلها تكون يعني الاستقطابات نوعية، يعني نوعية عدد بسيط، نعم جدا تذكير خارج ولا يدخل فيها هذا الأمر. لكن أرجع وأقول أنه اليوم الاتفاق الأندية تحديدا 14 أن يكون عندهم موضوع التدوير، التدوير بحاجة اللاعب والعقود تكون من الداخل حتى لا تؤثر بسمعتها أو يعني تثقل كاهل الأندية على الجانب المالي في الاستقطابات الصيفية. أنا أقول أن هذا يمكنها تكون يعني فرصة وأن يكون مقنن وأن يكون الاختيار أمثل، لا يكون مثلا عاطفيا أكثر أنه لازم أبعد لي خمسة لاعبين وأجيب خمسة لاعبين في المرحلة، أو أنه الجهاز الفني قد لا يكون مثلا معطي باع. لكن ممكن تستفيد من الفترة التوقف 45 يوم، هذه فرصة يعني أنا أعتقد أنها جدا ممتازة أنك تعيد صياغة كل القصور اللي عندك. الاستقطاب على العنصر الأجنبي الداخلي، أنا أقول مطلب على النوعية. انت مدقق على النقطه دي، انت تشوف ان الشباب ممكن يستفيد من هالموضوع؟ اي طبعا كثير. يعني مثلا مين من اللاعبين، مين من اللاعبين اللي ممكن يضيفون للشباب؟ انا احدد كذا كخانات، يعني طرف ايمن 8 و10 وراس حربه، يعني هذا وفي امكانيه انك يعني تجد من الداخل حتى من الخارج، قد يكون على موضوع مثلا لجنه او برنامج الاستقطاب للاعب واحد مؤثر ويستفاد منها، الباقي يكون القيمه المعقوله داخل النادي ومداخيله مع النادي تكون اقل. في حراك على هذا الموضوع؟ نعم نعم. من الاداره الشبابيه؟ نعم في حراك، يعني خلينا نقول مثلا الان الاتحاد عنده اربع لاعبين او خمسه لاعبين يبغى يحاول يسوقهم. وبعطيك شيء امر اخر محمد، ايه؟ السيد دومينيك الان اللي هو التكنيكال دايركتور الايطالي، من افضل الاوروبيين على مستوى يعني التدوير اللاعبين على مستوى الخارج، انه يجد فرصه لبعض اللاعبين المتواجدين اليوم حتى على مستوى الخارج. تصرف ديالو وانا اشهد له اكيد. انا ان شاء الله اني اعطي كذا خبر. اذا صرف انا اشهد له، اما غير كذا يعني شهاده حق تصريفه عن تصريفه انه مثلا يوديه النادي الفرنسي درجه ثانيه وانا اللي يصرف عليه. لا 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 لا, لا. ابو ما يبي هذه تصريفه، هذه موجوده الحين. ممكن يصرفها بطريقه جدا ممتازه ولا تاثر على النادي. بس ترى ابو خلينا ناخذ على محمد ابو فيصل، شوف فكره انه الاستقطابات الداخليه هي فكره شبابيه،
طبعا فكره من نادي الشباب. نعم الاستاذ محمد المنجم. نعم طرحها على القائمين. نعم في الرابطه. صحيح. وهو يعني استحسنوا هذا، انا اشوف انها كفكره متميزه، لانه مو معقول اني انا عندي لاعبين عالميين ومتميزين واجي مثلا انقلهم لتركيا ولا انقلهم لكوريا ولا انقلهم لاي ذا وانا اللي اصرف عليهم. صحيح. لا يا اخي خله يلعب في نادي سعودي افضل واصرف عليه انا ما دام اني انا اعرف انه 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 سيلعب وسيتم صرف حقوقه، لكن يلعب لنادي خارجي. يعني مثلا في الاهلي انا اعرف لاعب مقدوني الينسكو ظهير ايسر على اعلى مستوى. نعم. اسمه اليوسكو. اليوسكي. 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 طيب اوكي اغسطس نفسه. اليوسكي. المقدوني. الشاهد انه ظهير متميز. يعني مثلا زي نادي زي الرياض احتاجه. نادي زي الاتفاق احتاجه. فليش انا اوديه زي العام الماضي للنادي في تركيا وانا اللي اصرف عليه؟ فأنا أعتقد أنها فكرة رائدة. نعم. لكن صحيح. ترى أنا أقول للشبابيين، ترى الشباب يعني إن شاء الله في الميركاتو الشتوي سيكون يعني هو نجم الميركاتو بإذن وأعتقد الله. أنه سييرا سيكون مدربا جديدا لنادي الشباب وهو المدرب الثالث في موسم واحد. مو بصحيح. الإدارة مهارة. أبو فيصل يقول مو بصحيح. لا لا, لا, لا هو يعرف أنه صحيح. معلوماته. يعرف أنه صحيح. طيب. أبو فادي يعني يدري عن شيء يمكن إحنا ما ندري عنه. أنا لا لا أنا طيب. أنا يمكن ماشي. مجموع الأندية هنا 160 أنا أعتقد إني عميق في كل الأندية حتى الكوكب. على فكرة. 170. كذا على الجرح. 170 مو 160. لا 170. طيب. يبدون عندك 10 ما أدري عنهم. مجموعهم الكوكب. شفت بس ترتيبكم متدني التاسع في دوري الدرجة الرابعة. والشرق كم ترتيبكم؟ الشرق في الثالثة وفقدت الصدارة بعد. يعني الكوكب والشرق. يعني احترمهم ومقدرهم لكن ما اعتقد انه الفتره الشتويه ما اعتقد انه يعني في شيء يعني شوف ذكاء سعود الصرامي في الفتره الشتويه معناه الفريق كله ابو ساري. انا ترى ذكاء سعود الصرامي في الاعلام الرياضي معروف انه خارق، فانا متعمد اني اقحم انديه الخارج. ليش؟ انه بعد زياره امير الخارج انا متاكد تمام التاكد انه انديه الخارج ستكون لها حظوه كبيره في المناسبات القادمه وفي السنوات القادمه وباذن الله تعالى. انا اعرف بدعم محافظ الخارج حفظه الله انه انديه الكوكب، انديه الشعله، انديه الشرق، انديه السد، انديه السلميه باذن الله تعالى انه ما ياتي عام 2026 بحول الله تعالى ان احدهم الا في دوري المحترفين، واتمنى ان يكون ذلك من نصيب شرق الدلم. نعم. تبي اوضح له؟ طيب لا يعني شرق خليني اقول شيء. ما قلت معلومات. خلي الرجل يعني عنده امل، عنده طموح. انا ما قلت معلومات. ما في مشكله. ما له علاقه في الامل والطموح. ها محافظ الخرج الله يطول عمره ويحفظه في محافظه الخرج وفي محافظه الدلم. نادي الشرق تبع محافظه الدلم. والسد تبع محافظه الدلم. محافظ الخرج يتبع لها الكوكب والشعلة والسلمية. وزيارة سمو حفظها الله لوين؟ كانت للشعلة. الشعلة. طيب يعني فيه اهتمام. هي أكيد فيه اهتمام. طيب. بس أنت تقول إن طيب الشرق والسد ما لهم علاقة. والله أنا سعيد إن شاء الله بإذن الله منطقة الخرج إن فيها ناس مخلصين مثلكم. وأنا أدعوكم خلني... الفترة الشتوية طيب بالكامل ايه؟ معسكرنا في بيت شعر. في الكوكب. لا 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 طيب. أبو ساري. يلا يلا رجعوا للموضوع. لا لا أبو ساري. أنا أشوف أنه أندية الخارج والله العظيم أكلم. إذا حصل بتوفيق الله بحول الله إن شاء الله. وصرنا نشوف واحد من أندية الخرج في الدوري ستفرق معنا كثير. يعني مثلا الآن نشوف أندية كثيرة سواء من منطقة من المجمعة من مناطق أخرى الآن أعطت بعد كبير للمنطقة زي الفيحة زي إحنا مشكلتنا في الخرج مشكلتنا إدارية. حلو. إحنا نحتاج رئيس نادي بفكر جديد. ممتاز ممتاز رجعني. فأنا أتمنى أنك ترشح نفسك بعد 6 أشهر لرئاسة نادي الكوكب وأنا بكون من الداعمين. لأنك طيب. أنت عندك فكر عندك فكر نير. أضمن لي أن النظام يتغير. يعني الحين أنت عندك فكر نير. لا لا عندك خبرة. لا أضمن لي يقول لك هنا أنظمة وزارة الرياضة أنه بعد 65 ممنوع.
طيب في حين هو افضل نادي افضل رئيس نادي في العالم بيريز عمره 89 انت تجاوزت 65 ممتاز يا شباب هذا بضم قائمه الاعتزال اللي عندي لا لا طيب خلاص طلعنا من الكوكب الشرق لا نسلط الضوء على الخرج يستاهلون نرجع مانشستر سيتي ونادي الصغيرة اصبر 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 الحين يا اخي ضيعتونا يا ابو لا 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 بس انتهينا اسمع اسمع ابو ساري الحين موضوع التعاقدات الشتويه من الانديه اللي انت تشوف انه لا لابد انها تتحرك وبشكل سريع وبشكل جدي يعني ما يكون النظره انه لا والله يعني احنا ما علينا مشكله ما علينا قطر ما علينا صعوبه قادرين انت برايك مين اللي المفروض يتحرك والله انا اشوف انه يفترض ان يكون التحرك زي ما قال الدكتور حافظ وبقيه الزملاء هذه فتره شتويه فتره الشتويه معروفه يعني انت تغير لاعب لاعبين بالكثير صحيح واصل ما في لعيبه متاحين فانا ما اشوف ان ولا نادي يفترض انه ما يامل كثير على انه بيغير جلده بالشتويه مو بصحيح مو بصحيح بس فيه لاعبين يا ابو ساري خلاص واضح قدامك حتى راح نص الموسم حتى وهو صفر حتى ولو نتكلم عن نفس الكلام اللي قاله سطام الفلوس يعني من اللي حيشيل هاللعيبه اللعيبه الموجودين عندك جاي مبالغ عاليه في كل الانديه ترى احنا في الانديه الممتاز بالكامل عندي الدوري روش بالكامل في مبالغ عاليه مين اللي حيدفع هنا الكلام هم غالبيتهم زين عن طريق برنامج الاستقطاب صح طيب برنامج الاستقطاب يعني انت تختار 6 لعيبه 8 لعيبه وسته يفشلون اغير لك السته كلهم مو صحيح هذا الكلام مو صحيح يعني اوكي انت خليك اختياراتك او خلي تغييراتك منطقيه يعني غير 2 1 استقطب 2 ما يمكن هي تغير 2 وتجيب 2 لما مو منطقي تقول طيب الاثنين يفرقون الاثنين يفرقون يا ابو سالم نعم. معليش اوكي 1-2 بس ممكن تكون في الشباب يعني الشباب ممكن لا انا عندي معلومه انه الرائد بيجيب لاعبين الكل يبي يستثمر الهلال والنصر ابها في عندهم حراك لا اتوقع النصر يجي لا حتى حتى حتى, حتى نتكلم عن الحزم لما طلع معنا الاستاذ نعم. سلمان المالك سلمان المالك ابو فهد ذكر بانه حيكون فيه كل اي حراك على العين لاعبين ولكن يكون من ميزانيه النادي صح يكون من ميزانيه النادي صحيح. ما يكون يا برنامج الاستقطاب احنا غلطنا وجبنا 6 جبنا 8 6 منهم فاشلين هذه مشكلتك ترى وفي الاخير انت لازم تقدم ضمانات من اللي حيتحمل زي ما قالوا لك الدعوه ما صار مو زي اول شيل وعلى قول زي ما قال ابو فهد حط على النوتة شيل وحطهم على النوتة وبعدين فيفا وبعدين تعالوا انقذونا سددوا عنا اتحاد عنده ظروف اتحاد عنده انت ليش مركز على الاتحاد لان اكثر نادي يصير عنده مشاكل عنده ديون واكثر نادي عنده ظروف خلاص الان ملك ونادي نادي هو عميد الانديه السعوديه هو اللي علمنا كره القدم هو اللي اذا انحلت مشاكله تعرف ان رياضتنا بخير اكيد من باب اولى شوف انت وكان اللي يلعب في كاس العالم وكانت امالنا وطموحاتنا كبيره معه وفي الاخير يتكلمون عن ان النصر والهلال كما يقولون ان اضعاف اضعافنا ليش ما اعطونا وفي الاخير هزمهم 114 مليون قيمه السوقيه لعبتهم يورو وهزمهم فريق قيمته السوقيه لعبته 30 مليون اي بس انت الحين كذا كانك متشفي يعني اكيد اكيد انا متشفي هذا اسلوبك هذا اسلوبك الحين ابو ساري في بعض في غالبيه اعلام الاتحاد اللي جالس يضع اللوم على برنامج الاستقطاب واللوم عليك انت طيب هذا الجزئيه تكلمنا فيها هذا فريقك 114 مليون قيمته السوقيه 114 مليون اهزمك فريق قيمته السوقيه 30 مليون يورو طيب ماشي انت قلت ترى لاعب واحد يغير نتائج الفريق شوف مهاجم ضمك ايش اسمه هو؟ وكان نكودو شوف كيف اداء يضحكون عليك قبل شوي واحنا يقولون نكادو وش نكادو؟ ما علي منهم عاد وش اسوي لهم فانا اقولها لك يعني شوف ثالث الهدافين انا شفت هدفه في الرائد يا اخي شيء ما هو سهل يعني سرعه رهيبه صار فارد وتسديد دقيق يعني هذا لاعب رغم اني انا يعني عرفت من عدد من الناس المهتمين في 4 انديه كان معروض على الفيحة وكان معروض على الرائد وكان معروض على الاتفاق وكل واحد يقول أنا لأنه كان في نادي تركي وانتهى عقده مع نادي التركي وعلى وجالس حر ومن حسن حظ إدارة نادي ضمك أنه صار من نصيبهم أنا أشوف هذا لاعب فلتر بصراحة
يعني أنت تتكلم عن نادي ضمك اليوم ترتيبه تقريبا السادس أو الخامس، أنا أشوف النتائج قائمة على هذا المهاجم حقيقة. نعم. كبيرة. نعم. اللي وداه ضمك، اللي وداه ضمك صديقي الوسيط المصري محمد ماهر، وهو مميز جدا في اختيار اللعيبة. محمد آدم هو؟ آدم؟ محمد ماهر. ماهر الوسيط محمد ماهر. طيب تسجل. لا حبيبي لا والله بس بشوف طيب. طبعا اللاعب الأمانة كان لا يعني لاعب غير طبيعي. نعم صحيح نوكودو لاعب مميز جدا، واتمنى انه اللعيبة اللي يأتون للأندية على شاكلة هذا اللاعب المميز. لكن تعليقا تعليق بسيط على أخونا، بالنسبة للاتحاد ترى الاتحاد في هذه البطولة من بداية البطولة العربية لم يقف معه إلا جمهوره. عموما بالنسبة للاستقطابات يا خليني أكمل خلينا كمل. لا بتروح النقطة ثانية عشان تبغى ترميها وتمشي. لا ما ارمي هذه الحقيقة. وقف مع برنامج الاستقطاب، وقف حقيقة. مع اتحاد القدم. الأربع اللعيبة يا دباس يا دباس. حتى عقد نونو سانتو اللي دفع القيمة ليس إدارة نادي الاتحاد ولا من خزينة الاتحاد وليست من ميزانية الاتحاد. حملوا إدارة الاتحاد. ليست من إدارة الاتحاد حملوا. عموما هذه المعلومة على مسؤوليتي أنا. لا المعلومة غير صحيحة. اللي دفع 10 مليون ليس إدارة الاتحاد. وكل الجهات المسؤولة اللي لها الحق أنها تقف مع الاتحاد دعمته ولم تقصر أي جهة. لم يقف مع الاتحاد إلا جمهور عموما، لكن أقول لك نقطة مهمة، الاتحاد سيتم جمهوره اللي جاب له بنزيما. شوف يا أبو لاعبين يا أخي أرد عليه أنا من حقي أرد عليه. أنا أقول لك شيء الحين. طب أنا قلت لك شيء. لا يا أبو هاشم يا أبو هاشم يا أبو هاشم أبو هاشم يا حبيب قلبي أنت قاعد تقول كلمة الآن، أنا ما قلت لك لا ترد عليه، انت الحين رديت عليه قبل شوي ما قطعتك صح ولا لا؟ نعم. طيب الحين انا اجي اسالك، انت تقول لم يقف مع الاتحاد الا جمهوره. نعم الجميع. ممتاز انت قلت هالكلمه هذه، يعني ايش اللي خلاك تتفكر هالتفكير؟ ردا عليه طبعا على الاستقطابات، والاستقطابات انا اقول لك الاتحاد لم يقف مع الا جمهوره، واربع لاعبين لم يتم استقطابهم عن جهه اللي هم روما اللي هم قروهي كونرادو حمد الله هذول اللعيبه لم ياتي بهم الصندوق هذا الاتحاد، من باب اولى انهم سيتغيرون في الفتره الحاليه، وهذا التوجه الكبير لعوده الاتحاد للبطولات المهمه. لكن ابغى اعرج على نقطه مهمه، هو اللاعب المحلي والانتقالات اللي حتحصل في اللاعب المحلي. هناك اخطاء كبيره من ادارات الانديه، اولها نادي الاتحاد. عون السلولي الان يعد من افضل المدافعين في المملكه العربيه السعوديه والمدافع الثاني في المنتخب. عون السلولي هذا منسق من الاتحاد عام 2021. عبد الاله هوساوي اللي في الخليج هذا اعارته تنتهي خلال 20 يوم. هذول اللعيبه كيف يتم التفريط فيهم من انديه كثيره، كيف يتم التفريط فيهم وعودتهم مره اخرى لانديتهم ب 60 ب 70 مليون؟ لابد ان يكون هناك فكر اداري وفكر بس فني. هذا يصير حتى في الانديه الاوروبيه. كل الانديه كل لا حتى الانديه الاوروبيه يعني هذا امر طبيعي. نادر في الانديه الاوروبيه نادرا، لكن هنا باستمرار. عون السلولي كان لاعب الاتحاد الى 2021 بشكل اللي نسقه سعد النذير. مساري خلي سعد الجديد ما هو ناقص الرجال، يعني اللي قاعد يصير انا دافع عنه ترى. اي عشان داري، عشان كذا اقول لك يعني لما نحطه في زي كذا الاتهامات توجه سعد الجديد. انا فاهم انا فاهم. عموما الله يوفقك ويوفق سعد اللذيذ، لكن آمين. النقطة الأهم هو على يمكن الفيفا وبالفيفا والشكاوى الأندية. الآن ظهرت في الساحة مؤخرا حمد الله والنصر. أنا أرى بأن الموضوع هذا سيقفل نهائيا خلال 3 أيام المقبلة لسبب وحيد. إن الأندية هذه أصبحت النصر ملك مين؟ والاتحاد ملك مين؟ أي قضية أو أي أثر سلبي سيقع على نادي هذه سهز النادي الآخر، ولهذا ستحل المشكلة بصفة ودية وبتسوية للحمد الله ولنادي النصر. بس هذا عمل شركات، ما هو بعمل حتى عمل شركات ولو الآن الموضوع. ولو أنت عندك مشكلة حلها. أتمنى حلها مع اللاعبين بالتسوية، لأن الأندية الأربعة ملك. حلها مع اللاعب ولا في النهاية لما يقال معليش أبوه لما يقال إنه الاتحاد ما وقع وقف معها لجمهوره. شوف انا يمكن قبل ما يجي يتعاقد بنزيما مع نادي الاتحاد قلت لكم اساسا بنزيما كان يتفاوض مع الشباب، لان الاخ العزيز اللي انا ارتبط معه بعلاقه وصداقه الاستاذ العزيز خالد البلطان هو اللي
كشف لي كل شيء، مو بس كلام مرسل، شفت صور وشفت محادثات وشفت عقود وشفت معلومات موثقة. اي معلومات يعني كاملة، معلومة زي سعود الصراني يعرف انها موثقة. لا شوف الحاجة الثانية، لما بدأ موضوع الكابتن بنزيمة جاء اتصال من مسؤول في الاستقطاب لإداري في نادي الاتحاد، قال لهم ترى الكابتن بنزيمة أعطى موافقة في الاحتراف في الدوري السعودي، تم الحديث مع من جانب المسؤول في البرنامج الاستقطاب مع مسؤول في نادي الاتحاد. هذا المسؤول الاتحاد لما أعطي المعلومة يقول لك يعني جلس له فترة ما هم صدق أنه فعلا بنزيمة بيحترف، قال خلك على استعداد في أي لحظة بيجيك تلفون علشان تطير من جدة إلى مدريد علشان إكمال الإجراءات. فعلا تمت الصفقة وتم الاستقبال التاريخي. اليوم يعني لاعب بهذا الحجم وبهذه القيمة وبهذا التاريخ اللي هو بنزيمة، اليوم أجي يعني أقول والله إنه برنامج الاستقطاب ما وقف مع الاتحاد، يعني صعب كلهم ماشي. صعب من أن الكلام هذا يمشي. أبو علي تفضل. شكرا أبو فهد، الله يحييك. خوش كلام. أنت متحفظ في موضوع التعاقدات، بس خليني أقول لك في أندية وضعها صعب. أنا أروح للشباب بالذات الشباب، يعني أنا مثلا الشباب. يعني أقصد عندي ديالو، هل أنا مثلا عندي شك إنه اللاعب هذا ما راح يفيدني؟ جونيور الآن هل هو مفيد للشباب؟ شوف المدافع الشبابي لازم نتفق ان هذا الموسم استثنائي للشباب، سواء على الصعيد الاداري والفني. قلنا احنا كونهم بس يخلصون الموسم هذا باقل اضرار، يعني اللي قاعد سواء جهاز فني تغيير لاعبين محترفين. لكن تتكلم عن انتقالات شتويه، انا ارى ان النصر والهلال مو في حاجه استقطابات، يمكن النصر اذا بيدوروا لهم حارس مرمى ممكن اعتقد. باقي الانديه بيستقطبون لاعب او لاعبين او يصير تبديل لاعب او لاعب، لكن مو بالاستقطابات اللي بتكون قاعد اسمعها، بدل خمسه جيب سته شيل ثمانيه حط سبعه، هذه ما راح تصير. هذه ما عمرها صارت، ولا هي معقوله، مو معقوله ولا منطقيه اساسا. الا اذا انت عندك 6 مليار في خزينتك عادك الساعه برايك تصرف عاد اذا فلوسك واجد. اما صفه التبديل هذه ما تكون، ممكن لاعب ترى حتى لو كان وضع الانديه صعب. شوف بقول لك شيء، حتى في بعض المدربين يمكن خالد بعد من الناس اللي يفيدونا في السالفه، يدري اللاعب في مستوى هبوطه بدايه الموسم، بس ممكن اللاعب يتاقلم مع الفتره القادمه، مو معناه انه ما لعب مباراتين اللاعب سيء، كل منظومه سيئه كامله ما تخدمه. صح، في بعض المحترفين منظومه ما تساعده، الفريق هابط مستواه كامل، ايش بيسوي يعني هو حتى لو كان لاعب زين يعني ايش بتسوي؟ ثاني شغله شوف في الشباب الان. ثاني شغله، انت اليوم وصلت نص الدوري اصبح في قاب كبير الحين ترى. يعني نتكلم يعني خلينا نتكلم على قولتهم بوضوح اكثر، الهلال صعب احد ينافس الحين، يمكن النصر كان يتامل المباراه اللي طافت او ان القسم الثاني الاتحاد مباراه، لكن الهلال قاعد يصنع فارق بينه وبين خلينا نقول السته اللي ورا، يعني خلف الثاني والثالث والرابع يمكن ينافسونه، لكن الفرق اللي ورا انا اتوقع ان في 6 فرق خلاص ما عاد عندها صوب الدوري نهائيا. لذلك انا استقطب كنت مبالغ على وش؟ على بطوله الكاس. بس كم الفارق ما بين العشرة ذول اللي انت تتكلم؟ هو 10 احنا خايفين من الهبوط. ممكن خايفين من الهبوط في الهبوط، بس هل انا كنت مبالغ كبيره على الهبوط؟ يعني نفس اللي قاعد اسمع طبعا 6-8 انت كم تاخذ وانت في دوري روشن؟ كم تاخذ وانت في دوري يلو؟ بس القسم الثاني بتغير حسابات، في فرق قاعد ينزل مستواها خاصه اللي يكونون في ذا الترتيب، في فرق تغير الحسابات. ليش ما يرتفع مستواها؟ ما يرتفع، النفس الطويل صعب على الفرق اللي تكون ما عندها بديل صف ثاني، هذا طبيعي لعالم كرة القدم، مو يعني مو موضوع جديد يعني. لكن تكلم انت اليوم زين، انت اليوم بتصارع على الهبوط، خلينا نقول لك زين انت في الوسط ضامن، لا انت ساقط ولا انت رايح بالدوري فوق، ايش بتسوي؟ المشكلة ما عندنا ناس في الوسط الحين كلهم مهددين. انت تتكلم على 10 اندية، الفارق ما بين اللي فارق ما بينهم 6 نقاط. اي بس ما يعطيك هذا السبب بعد انك تجيب استقطابات بمبالغ كبيره، يعني ما قلنا بس على الاقل لاعبين، على الاقل لاعبين يغيرون فريق. استقطب 3 من لاعب عربي، احنا نقول ان كل نادي يستقطب لاعب لاعبين، بس مو بالطرح اللي قاعد نسمع 6 بدل 5 يعني مو بطرحك. لا طرح كل التلميح. لا اقول لك الرائد بامكان استقطاب 4 أو 3 لعيبه الحكم عندك ميزانيه تسمح ساعه مباراه. ميزانيه ما هي 100 مليون حتكون للرائد او شيء، ميزانيه معقوله، ميزانيه لاعب افريقي، ميزانيه لاعبين عربيين في الدوري المصري في الاتحاد على طرح كبير 400 مليون تقول بدل 5 بالامكان. يا اخي بالامكان
لا هو العقلية والفكر. لا 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 ما في ما في ما في عقلية إدارية قط قط مبلغ كبير. تغيير شلون يعني؟ مثلا أنت مثلا الحزم. لحظة لحظة طيب لحظة الآن الاتحاد يعني الدوري فاته. نعم. إذا بتروح الآسيا أنت متأهل. آسيا ما تلعب بالعشرة اللي عندك، تلعب خمسة زائد واحد. خمسة واحد زائد واحد أسوي. طيب. نعم. عندك مباريات الكأس، عندك مباراة القادمة ضد الفيصل. يا الفيصل الآن حتى في دوري يلو منهار. أمس من هجم من جدة بأربعة. الفيصلي من هزم أمس من جدة بالأربعة. فأنت تتكلم مو بصحيح إنه اللاعبين يعني اليوم الآن مثلا سانتو. لا 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 تم التعاقد معنا اللي مشى شو اسمه نونو سانتو. هل يوم في مؤتمر في نوتنغهام فورست يقول يا أخي أنا مستغرب كيف يدار نادي الاتحاد اليوم في مؤتمره الأول بعد وصوله إلى نعم إلى 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 بريطانيا. إيه يقول أنا ما أدري كيف يعني أنا جايب لهم كل شيء وواصل إلى كأس العالم وواصل إلى الدوري وما أدري كيف العقليات هذه. يعني فعلا أنت الآن وضعكم على المحك. يعني أنت انتصرته للاعب يدعو إلى الفوضى ومشيته مدرب يدعو إلى النظام والانضباط. طيب كيف يدار كذا النادي؟ كذا النادي ما يدار. المهارة الإدارية غائبة كذا. عشان كذا المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي البرتغالي لازم يمسك زمام الأمور. لأنه مو معقول أنا أضحي بمدرب عالمي والدليل أنه ما جلس إلا شهر واحد عاطل وبعدين جاء نادي نوتنغهام فورست في البريمير ليج وجاء وخذه. للعلم ابو فهد اللي الغى عقده هو الرئيس التنفيذي هو قاله البرتغالي هو قاله هو اللي بس استسلم للضغوطات. استسلم يا اخي نونو سانتو من متى في نهايه مؤتمر صحفي مو صحيح ان استسلم للضغوطات. لا حول ولا من متى يا اخي خليني اعطيك المعلومه هذه من متى انا اعطي معلومات نونو سانتو ابشر نونو سانتو من متى في مؤتمر صحفي يقول انا رايح انام وللجمهور حريه؟ من متى نونو سانتو وصل لمرحله انه ما هو هذا المدرب الكبير هذا المدرب انه منتهي فعلا اذا هذا وضع النادي اذا هذا وضع الفريق اذا هذا وضع الاداره. بس خلنا واقعيين شوف بقول لك شيء اللي خلاه يتمشكل مع بنزيما. بس بقول لك شيء خلنا واقعيين انا هنا اتحفظ انا لا بس هو واضح انت يا نونو سانتو لما تصطدم مع لاعب مثل بنزيما نعم الاولى بنزيما مو بنت. يعني انا هذا لاعب الفريق ونجم الفريق اكيد وهذا اللي حتكون القيمه هذه الفنيه بالتاكيد انك انت اللي حتكون الضحيه. الرئيس التنفيذي قال نصا نونو سانتو لن يدخل التمرين بعد المشكلة اللي صارت ما بين نونو سانتو وبنزيما اللي صارت في فريق القوة الجوية ممتاز. العراقي قال نصاً لن يدخل التمرين. ممتاز. إيش تقول أبو علي؟ بس ما أنا أبو على نقطتين. اليوم متكلم أبو فهد قال على المهارة الإدارية وعمر أيضاً من المهارة الإدارية أني أنا في الانتقالات الشتوية ما كنت مبلغ كبير. أنا كمدير تنفيذي في بعض الأمور الفنية أو بعض الأمور ما أصرف مبالغ كبيرة في انتقالات شتوية لأن أنا ويني بالدوري وشنو عندي بطولات باقية. زين طيب إذا أنا ما عندي بطولة أنا في كأس الاتحاد الآسيوي دوري أبطال آسيا وأنا في الوسط أجي أروح أقط لي في انتقالات على نص شتوية 100 مليون ما تصير. مو مقياس. يعني شوف في طرح تغلب عليه العاطفة والدكتور والرأي المشجع. جيب 6-7 بدل مدرب جيب هذا ما تصير. وفي طرح عقلاني فالأرقام أنت إذا دخلت في العقود والاحتراف لغة الأغرام تفرض نفسها. كم عندك كم ميزانيتك كم لاعب كم عقودك كم تقدر تصرف كم تقدر تدخل. هذا مدير التنفيذي شو قال بساري القرار عند منو؟ رئيس التنفيذي. رئيس التنفيذي شو بيسوي؟ ترى هو ما راح يتابع الجرائد ولا يتابع شنو قال الجمهور. هو بيتابع الأرقام. عندي 6 محترفين إيه؟ عرفت عندي والله مبالغهم مثلا 200 يورو في السنة. زين أنت بتجيب 2 كم اقدر اصرف من 200 مليون وكم اقدر ادخل. هذه لغه ارقام اللي موجوده قاعد يطبقونها في دوري روشن السعودي. ما يعرف عام لذلك لا لا ما اتكلم عن عمر اتكلم انا بصيغه عامه لان الطرح هذا طرح. لذلك انت اليوم اذا بتتكلم عن انتقالات شتويه تبي لك 40 لاعب ما تصير. السيستم لازم ينتصر. يعني مثلا اليوم في الهلال على القيمه الكبيره يعني انت الحين معلش ابو علي على القيمه الكبيره لسلمان الفرج والضغط وقالوا صلح اليوم بعد نهايه التمرين قال له خوسس وش قال له؟ تفضل انت ما انت معي تدري انا المفروض شو اللي معليش علي النظام انت لما تنتصر للنظام معليش انت الان خوسس لما يعاقب سلمان الفرج ولا يستسلم وسلمان الفرج جاي على انه بيلعب بكره بعد نهايه التمرين قال مش معاي انت هذا انتصر للنظام. انت الانتصار للنظام شيء مهم لكن مشكله بعض ادارات الانديه
تستسلم للضغوطات الإعلامية تستسلم للضغوطات الجماهيرية. يعني واحد زي عبد الرحمن العبود بعد ما جاء المدرب الجديد زي ما قالوا ليش ما لعب كأس العالم، قالوا أنه يتأخر 14 ساعة ها؟ تأخر عن المباراة الأولى والمعسكر لمدة 14 ساعة. طيب وراكم تدافعون عنه؟ أنا ما دافع يا أخي أنت بس أنا تراكم دافعون عنه. أنا مع النظام، أنا مع النظام، أنا مع النظام. يقول أبو فهد يفترض أنه يفرغ في كتب في علم الإدارة الرياضية ويسلم للكوكب، أنت عارف إداريين الكوكب ويسلم للكوكب، أخليهم يتفرجون على لقاءات سعود عشان يستفيدون إداريا وهبطنا. بس أنا أتمنى الصمود، أنا أتمنى الصمود هذا إلى نهاية الحلقة، أتمنى الصمود لنهاية الحلقة. عندي نقطة اعتزل يا أبو سامي والله اعتزل. اللاعب كم سجل بالموسم؟ 36 ولا 35؟ 30 30. أنا لو إني من الأندية الثانية، إحنا على الهواء ولا طلعنا فاصل؟ لا لا على الهواء. أنا لو من الأندية الثانية أضغط على الهلال والنصر والاتحاد تقريبا. ليش؟ على أربع، على أربع فرق الصندوق. ترى الجمعيات العمومية يمكن دكتور أخبر في الأمور هذه منه. أضغط أقل سكور شيت. أنت عندك صندوق غير. لا لا هذا صحيح، السنة الجاية 25. سير السنة الجاية عشان تطلع اللاعبين المحليين اللي عندك. هذا الصح، إذا هو مدعوم مني أنت تضغط عليه بجميع الأمور. هذا من تعب السنة الجاية. يعني أنت اليوم سكور شيت مال الهلال 35 لاعب صح؟ 30 صح؟ يشارك في الرديف 35، اللي ما يشارك في دوري الرديف 30. 30 صح؟ الجزء الأخير من الديوانية، غدا تنطلق أو اليوم تنطلق مباريات دوري روشن السعودي. خلونا نتابع التقرير الخاص بهذه المباريات. تلعب غدا الجولة 18 من منافسات دوري روشن للمحترفين بثلاث مواجهات. الخليج يستضيف الفيحاء، وضمك يلاقي الطائي، والهلال يواجه أبها. الزعيم الهلالي ما زال متربعا على عرش الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ويسعى في الحفاظ على صدارته ومواصلة الانتصار وتخطي عقبة أبها، فيما يخوض أبها المواجهة في سبيل تحسين موقعه في سلم الترتيب والابتعاد عن قاع الدوري ومنطقة الخطر. الخليج والفيحاء في مواجهة التحدي والتفوق النقطي، كلاهما يملكان 19 نقطة، وبذات القيمة الفنية وبفارق الأهداف الخليج يسبق الفيحاء في المركز العاشر، لذا ستكون الندية حاضرة حتى آخر دقيقة من اللقاء. ضمك صاحب الأرقام المتميزة في المركز السادس برصيد 27 نقطة، يدخل المواجهة وعينه على النقاط الثلاث للمحافظة على مكانه في سلم الترتيب. أما الطائي جريح اللقاء السابق، أنهى 17 مباراة ب17 نقطة في الدوري الأول، ويأمل في مواجهة الغد تحقيق بداية جديدة لتغيير موقعه 13 بدوري روشن. طيب نبدأ بمواجهة الهلال وأبها. دكتور خليني أسألك سؤال مباشر، موضوع إبعاد سلمان الفرج عن هذه المباراة، أنت تشوف الموضوع عادي؟ تشوف المشكلة ما بين جيسوس وسلمان عادية ولا فيها يعني تضخيم مثلا؟ تشوف أن هذا الموضوع ممكن يأثر على سير الفريق الهلالي؟ شوف أنا باختصرها بنقطتين. إيه؟ سلمان الفرج في 10 سنوات الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة واحد من أهم اللاعبين في الكرة السعودية. إيه؟ وقدم وخدم وشال كل الكؤوس، ولاعب مهم أيضا في المنتخب السعودي، ويعتبر يعني في رأيي هو أفضل لاعب سعودي في 10 سنوات الأخيرة. خيسوس لما جاء لعبة سريع، سلمان الفرج يوقف على الكورة ويلعب يعني الاستحواذ وكذا، ولذلك سلمان ما يناسب طريقة خيسوس. زي حتى متعب مصعب الجوير. في لاعب، في هلاليين أصدقاء لي شايلين على خيسوس بس لأنه ما يلعب مصعب الجوير. طريقته في اللعب ما تناسب الهلال الحالي، تناسب الهلال حق دياز، الاستحواذ والتنقل الكرة زي كرة اليد، يروحون بالكرة للطرف اليمين يرجعون للطرف اليسار لين يلقون ثغرة ويدخلونها، وإذلك كان الهلال ينتظر للدقيقة 90 عشان يسجل هدف. خيسوس جاب اللعب السريع، وإذلك حتى كنو مثلا تغير اللعبة. كنو في السابق كان من اللاعبين اللي يوقف على الكرة ويهدي، جاء خيسوس وقال تبغى تلعب معي لازم تسرع كورتك. في لاعبين ممكن يتغيرون، بس لاعب زي سلمان الفرج 34 سنة صعب يتغير.
ولذلك انا اشوف انه سلمان الان اصبح اللاعب اللي ممكن يشارك لو الفائز 2-0 تبغى تهدي اللعب تبغى تضمن تضبط الوسط ينزل سلمان. اذا سلمان ما يبغى هذا الدور بيصعب عليه انه يحل الاشكاليه. الاشكال اللي صار بين سلمان وخيس انا اشوفه يعني طبيعي يصير، يعني صار بين رونالدو وتنهاج، صار بين جوارديولا و ارجنتيني، لا وش اسمه اللاعب اللي راح لبرشلونه الظهير اليسر، الظهير اللي لعب يسار من البرتغالي كانسيلو، كانسيلو صار بينه وبين كانسيلو. يعني هذه الاشياء تصير، يجيك لاعب يتصادم مع المدرب والمدرب يتخذ القرار، ودائما يفترض ان المدرب اذا هو يراعي مصلحه الفريق فالفريق اولا اهم من اي لاعب. ولذلك انا اشوف انه يفترض ان المشكله تنحل، واتوقع انا انه سلمان بيحب يعني بيرجع للفريق، ولكن بيرجع وفق ضوابط المدرب، بيكون يلعب في مباريات محدده، وبعد ما تكون مباراة تتطلب اللعب الهادي ينزل سلمان. إذا المباراة تبغى اللعب الهادي من البداية يبدأ من البداية، وبعدين إذا بغى يسرع اللعب. أنت قاعد تكلمني من جانب فني. أنا قاعد أتكلم عن مشكلة. أنا أقول المشكلة طبيعية. إيه لا خليني أعطيك حاجة واحدة. أنت الآن هذا الموضوع ما هو بالموضوع الأول. صار قبل كذا نتذكر اللقطة اللي في الدكة وتم الحديث مع سلمان الفرج، والآن تتكرر. ولا في ذاك الوقت الطويل يعني الأمور هذه يعني قريبة وقت قريب تكرر هذا الموضوع. أنت شايف الموضوع كذا طبيعي في نادي مثل الهلال الحين؟ أنا أقول الآن تظهر مهارات فهد المفرج، مهارات الإدارة الهلالية. إذا الإدارة الهلالية استطاعت أن تعالج هذا الموضوع، ولا اليوم خيسوس والهلال هم الأهم. لكني أتصور أنه سلمان الفرج بالعقلية الناضجة اللي عنده يستوعب التغيير، وأنا شفته حتى في تغريدات قال أو في سناب قال إنه الهلال أهم. أيه؟ وعلاقتي مع خيسوس جود، وكتبها بالعربي والإنجليزي وكذا. اليوم أنا لابس تحدث العربية عشان اليوم العالمي للغة العربية. أيه؟ اللي أبغى أقوله إنه أنت تكلم عن لاعب مثل ما نقول شمسة في العسبان. أيه؟ يعني قرب على انه يعتزل، هذا عقده الاخير. هذا اللغه العربيه، هذا اللغه العربيه عشان ابو فهد شمس فاشن اولد فاشن. الله يعطيك العافيه. عفوا طيب سؤالي يعني ايش عسبان؟ لان هو ضحك ابو فهد، انا ما فهمت. خلي ابو فهد يترجم. سؤالي للدكتور، يا دكتور يلعب سلمان الفرج على حساب مين الان في الهلال؟ مو على حساب مين. طيب لا انت تقول لو اللعبه سريع او بطيء، عندك 8 محترفين من افضل المحترفين في العالم انا اشوفهم في الهلال، يلعب على حساب مين خاصه في منطقه الوسط؟ انا اقول لك انت ما انت بحاجه دائما الى ميشائيل ومالكوم، واحد منهم يكفي على الطرف والثاني ممكن يلعب، والثاني سالم. اي لا سالم موجود ممكن. أيوة. يلعب نفز وسافيتش بدل ما يلعب كانو يلعب سلمان. قصد الدكتور ممكن لو كان الطريقه اللي يستخدمها خيسوس جيسوس هي نفسها دياز كان يلعب سلمان بدل كانو. صحيح بديل. شوف بديل لا شوف. يلعب اساسي. لا شوف انا يلعب لو 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 دياز اللي موجود سلمان اساسي، حتى سافيتش ونيفز وسلمان. شوف كلام الدكتور صحيح 100%. شوف سلمان ينتهي عقده في شهر يناير 2025. صحيح. يعني تتكلم عن سنة. تقريبا سنة. نعم. وسلمان الفرج يعني واضح انه اساسا، انا قلت هنا قبل تقريبا 8 شهور انه هناك فكرة الاعتزال. فكرة الاعتزال قائمة عند سلمان. لكن انا عرفت ان الهلاليين تخلوا عنه، ما اقول الادارة، اقول الاعلام والجمهور، بعد الكرت الاحمر اللي حصل عليه في مباراة الفريق الايراني. انا وجهة نظري ان الكرت الاحمر غير مستحق. لكن تفاجأت أن الإعلام والجمهور الهلالي يقول لا مستحق وتم إيقافه مبارتين. اللي أنا أعرف أنه سلمان الفرج يتقاضى تقريبا 12 مليون ريال في السنة من الهلال. واللي أعرف أكثر أنه أكثر نادي جاد للاستعانة بسلمان الفرج هو نادي القادسية، متصدر دوري يلو. وقد يكون هذا الموضوع صحيح، لأنه فعلا في خطاب الآن رسمي وصل من نادي القادسية، لأن نادي القادسية اليوم النتائج قاعدة تصير في صالحه، بدأ يفرق في الصدارة، كاريليو عنده من الهلال، فيتو عنده من الهلال، عنده مشروع قادم
قد يكون واحد سلمان الفرج احد المشاريع القدساويه اللي ممكن تستمر سنتين زياده. فليش لا؟ القدسيه لا مستحوذ على ارامكو. طيب. اي انا عشان كذا اقول لك يعني. ممتاز. على هالموضوع ابو فيصل موضوع سلمان والهلال شايف كيف شايف خبرتك الاداريه؟ انا اشوف انه يعني اول شيء سلمان هل مثلا عنده الفكره انه مثلا يكون مشارك اساسي ويهمه انه يكون متواجد بالمنتخب بشكل اساسي وانه يكون حاضر يعني على المستوى الفني ولا لا؟ يعني وانا قلت لك يمكن قبل فتره انه في نادي الهلال تحديدا حتحدث مشاكل لان اللاعبين انا اعتبرهم فئه اي بالنسبه للاعبين المحليين أي. متواجدين ويستحقون ان يلعبون لاي نادي الامانه وهذه حتاثر وفي أسوأ شيء انك يكون الفريق في افضل حالاته وانك تجد انت فرصه انك تكون كاسم بالنسبه ما حد يختلف علي سلمان انا اقول انه يعني مهم ان يفكر بالعقل اكثر من العاطفه وانه يكون عنده اولويات بالنسبه له على المستوى الشخصي واهداف اذا انك يعني انت تشوف الهلال ووضعك انت بهالشكل في الهلال يستحق لكن اذا انك ترى ان عندك خطوات حتى تشارك مع المنتخب وتروح مثلا الى 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 اكثر من 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 فتره مثلا الاسيا عليك ان تفكر في مكان تجد نفسك فيه تلعب اساسي تكلمت عن سالم قبل قلت لك سالم حيجد لها مكان سالم قدرته البدنيه وقوته وحضوره وما شاء الله يعني الله يعني يبعد عن العين الامانه قليل اصاباته ما شاء الله وحاضر على المستوى ومؤدي ومؤثر مؤثر جدا جدا حتى لو كان وجود نمر حيخلق له مكان. ايوه وممكن تستغني عن احد اللاعب المحترفين سالم اللي تفضل فيه دكتور نعم سلمان الاسلوب لا يتوافق مع الان يعني اسلوب طريقة جيسوس. نعم خسوس وشفنا الضغط العالي والبوكس تو بوكس الحركه الديناميكيه بالنسبه للاعبي الوسط يحتاج يعني قوه بدنيه عاليه وانا اعتقد سلمان كثره الاصابات اثرت عليه برضه في المرحله الماضيه ولذلك انا عفوا ابو نواف قال لك خبرتك الاداريه يعني كيف حيتعاملون معها اداريا؟ لان انا قالها الدكتور انا تدري ليش انا قلت لك عشان ما نعيد نفس الكلام لا انا ليش انا اقول كذا؟ انا اقول على سالم يتفكر بعقله اكثر سلمان سلمان يفكر بعقله اكثر ويترك مثلا الان وضع الهلال هل انت تحتاج عندك هدف بالنسبة لك أنك تستمر عليك أن تجد نادي تلعب فيه أساسي بحكم أنك أبو فيصل قريب من القرار الشبابي لو عرض سلمان الفرج للانتقال لنادي الشباب بانتقال كامل توافق ولا طبعا ما حد يختلف على إمكانياته يعني يمكن قد يكون أسلوب نادي الشباب أسلوب نادي الشباب مختلف أسلوب نادي الشباب ما يلعب الآن على الضغط العالي وما يلعب على وسلمان ممكن يكون يعني يجد فرصة ويعيد حتى صياغة نفسه أن يكون حاضر ويثبت أنه ما زال سلمان يعني متواجد أنا أقصد في المفاوضات هل كثرة الإصابات تمنع من التعاقد أو أنها يعني لا ينظر إليها لا أكيد أنها توضع في عين الاعتبار بس أنك مثلا هل أنت في حاجة سلمان كلاعب ولا عندك يعني أولويات لكن انا اقول لو إيه نعم لو فرض يعني لو يعني عرض على نادي الشباب انا اعتقد امكانياته وخبرته وقدرته ما حد يختلف عليها ممتاز طيب الجانب الاداري ابو ساري كيف تشوف التعامل في مشكله زي كذا ايش الحل الامثل بالنسبه للهلاليين في هالموضوع ذا القرار الاداري الصح دعم قرار المدرب لأن في الأخير هذا اللي المصلحة العامة مع محاولة احتواء اللاعب قدر الإمكان إذا تجاوب كان بها ما تجاوب في الأخير البقاء للمدرب ويكون في خيارات متاحة للاعب خيارات متاحة للاعب بما يفيد النادي يعني مثلا مو يقول أنا خلاص عطوني المخالصة وماشي يعني إدارة الهلال دعمت سلمان ولا دعمت المدرب؟ لا دعمت المدرب أتوقع أنهم دعموا المدرب إدارة الاتحاد دعمت عبد الرحمن العبود إدارة الاتحاد وجمهور الاتحاد والمشجع الاتحاد والمغرد الاتحاد دعموا عبد الرحمن العبود وتركوا من حقق لهم بطولة الدوري اللي هو نونو سانتو يواجه العاصفة الله يهديهم أي والله الله يهديهم. ثم يقولون لك الله يا إتي لا فوق هذه ان الاتحاد شباب لا 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 مساري الاتحاد ما هو
يعني في هالبرنامج هذا مضرب أمثلة ولا فيها ولا فيها تقليل من ولا غيره؟ كبير وسيبقى كبير بدون أدنى شك، بدون أدنى شك. بس لا 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 شخص معليش، شخصته مرة، شخص وضعه صحيح. بس أبو هشام شخصت وضعه مرة صحيح لما كان موضوع نادي الاتحاد، هذا الأمر مقبول، لكن في كل موضوع حنحط نادي الاتحاد. لا لا لا، عندنا مثلين، عندنا مثلين. احنا نقول إدارة الهلال دعمت قرار المدرب، إدارة الاتحاد دعمت اللاعب. ممتاز. هنا نتحدث عن المهارة الإدارية. إيه انت هذا الجزء، انت هذا الجزء، هذا الجزء ما تكلمت فيه، لكن اللي بعده اللي صار فيه تقليل، لا هذا لا ما في تقليل. لا ماشي. لا لا ماشي. انا يعني معليش انا الفت انتباهكم. تفضل ابو سالي كمل. سام ابشر. الا ترى فيه تقليل وخلاص. لا والله ما ابو سالي، لا هو ابو سالي منه التقليل. سام انا لا اعتقد ان الاتحاد ولد كبيرا، لان الاتحاد لم يولد. الاتحاد هو الاب للكرة السعودية، الرياضة السعودية بالكامل. رجعني الموضوع يا ابو ساري، عجبتك الاخير، رجعني الموضوع يا ابو ساري. الاتحاد هو الاب، هذه الحقيقة، هذا الاب ما يحتاج شئت ام ابيت. طيب. هذه الحقيقة، سبحان الله. موضوع سلمان الفرج يا ابو ساري اكثر من ينصف الاتحاد ابيت. ابو ساري موضوع سلمان والهلال يا ابو هشام، موضوعنا سلمان الفرج ابو هشام. طيب الحين على فكرة ترى لي مقولة شهيرة دائما اقول، الاتحاد هو الذي علمنا لعب كرة القدم. ممتاز ابو ساري، رجعني الموضوع عليه. ما عمري قلت غير كذا. رجعني لموضوعنا، انت كيف شايف التعامل المفروض يصير؟ انا شوف يفترض ان يكون دعم قرار المدرب. انت قلت هذه، بس الحين سؤالي انت وين شايف، انت بقراءتك؟ انا قرأت الان وين ممكن توصل، وين توصل؟ سلمان رجل عاقل، اي يعني من تجارب سابقه يعرف وين يقف، هذا المتوقع من سلمان. طالما ان الامور الان ليست في صالحك، يعني يفترض انك تهدى يا سلمان، توطي للريح شوي، وتوطي للريح. كيف طيب على الجانب الفني؟ انت لنفرض مثلا لاي ما ابغى، لا تخلي لاي احد عليك باب. من الافضل ان لا تواجه العاصفه. اي لا تخلي العاصفه. على فكره ترى انا من الناس اللي يعني يرى سلمان شيء كبير، وهو كذلك. أنا أرى أن سلمان زي ما قال الدكتور، أتفق معاه أنه أفضل لاعب سعودي في السنوات العشر الأخيرة. أنا أرى أن سلمان الفرج واحد من أفراد المنتخب التاريخي للكرة السعودية. يعني لو تقول لي منتخب تاريخي للكرة السعودية، أضع سلمان معه. سلمان بالنسبة لي شيء كبير جدا على المستوى الفني. فنيا ما نختلف، بس التمرد على قرار مدرب أيضا لازم عقوبة. اتفق معك، نفس اللي انا اللي ابغى اقول، بس مو بعد عقوبه، هو لانه ما تمرد. بس يعني اسمح لي مساري، مساري بس لم يعلن، شف لم يعلن رسمي من اداره النادي انه تمرد. المدرب قال في المؤتمر، المدرب قال تصرف، قال ارتكب خطا واتخذ فيه قرار اداري غير انضباطي. قال التصرف الخطا هذا وشو؟ رفض انه يدخل في دقيقه. ما علينا، هو ما قالها كذا. يمكن رمى قاروره، يمكن انه رمى التيشيرت، يمكن لما ابو ساري غابت عنك الشفافيه. يا ابو ساري اذا كان عارف بالنسبه لي معلوم للعيان. انت لو شاهدت المباراه الاخيره، انا اشوف سلمان هو ابو الكره السعوديه، هو واللاعب. طيب خليني اكمل يا اخي. كمل يا ابو ساري الحين. والله العظيم دقيقه أبغى بس معليش. انت تقول قد يكون، وقد يكون، وكانك تخلق نوعا ما اعذار. نعم. اليوم انت عندك، نعم سلمان يستاهل سلمان. ما في شك، لاعب على مستوى عظيم. لكن كلمني اليوم انت عندك مشكله قاعده تتكرر. انت حديث المدرب بعد المباراه صح ولا لا عن موضوع سلمان والمشكله؟ بعد كذا جاء سلمان وتمرن وعلى اساس ان المشكله انتهت. اليوم المدرب يقرر ابعاده من التشكيل الاساسي نهائيا، ولا حتى الاحتياط موجود فيه. يعني المؤشرات كلها تقول انه في ازمه، في ازمه. مو اكيد في ازمه، اي الازمه هذه كيف هذا خالصين منها ذي. ممتاز. الازمه هذه يعني انت تتوقع نهايتها سلمان في القريب العاجل ولا لا؟ شو نهايتها سلمان؟ نهايتها علاقه سلمان بالهلال. لا لا لا، ايه الحين عقد سلمان باقي فيه سنه، ايه عقد جيسوس ينتهي بنهاية الموسم هذا. فالموضوع يفرق، هل سيتم التجديد لجيسوس؟ يستمر، موضوع مختلف. إذا جيسوس بينتهي نهاية هذا الموسم ولن يجدد، ايه؟
القرار حيكون مختلف. ممتاز. عشان بس عشان المباريات معليش يا شباب عشان المباريات خليكم سريعين. بس علق انا معي ارجوك دقيقه ثانيه دقيقه. شوف شوف انا في قصه حدثت امامي لما كان سامي الجابر مدرب لنادي الهلال. في يوم من الايام كان سامي الجابر مدرب للهلال، كان عرض على خالد البلطان سلمان الفرج مقابل حسن معاذ، هذه انا شاهد عليه. هذا كلام اليوم اليوم لا مو لما كان مدرب 2011 لا 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 كان 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 اداري 2014 كان اداري 2011 لا 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 في بدايه سلمان تو صغير فالان ممتاز ممتاز. انا بس يرحب 30 ثانيه رجائي انا سلمان الهلال لن يضحي بالفريق والصدارة من أجل سلمان الفرج، سيضحي بسلمان الفرج لو دعت الحاجة، لكن هناك إدارة حكيمة في الهلال وجهاز إداري حكيم سيحتوي المشكلة. بس برضو لازم يكون معها لا التضحية تفهم للاعب أكيد عشان توصل نتيجة. تفضل أبو علي إيش رأيك في الموضوع؟ كيف حل الأزمة دي في وجهة نظرك؟ شوف الجهاز الإداري في نادي الهلال قادر أنه يحتوي الأزمة، لكن يبدو أنه يعني بعاد عن التشكيلة أزمة مستمرة هيجددها لا مستمرة داخليا. لذلك أتوقع أن شوف أي لاعب يتمرد على قرار جهاز فني يجب أن يكون هناك عقوبة رادعة، سواء عقوبة مخفية أو عقوبة ظاهرة يعني ممتاز. في العلن. لكن بما أن المدرب صرح في المؤتمر الصحفي هناك أزمة، أنا أتوقع سلمان الفرج في هذه المرحلة محتاج أن يكون موجود، خاصة المنتخب السعودي مقبل على كأس آسيا أحد الركائز الأساسية بيكون موجود. ممتاز. عندنا المباراة الثانية الخليج والفيحة وفيصل، من تتوقع لها الخليج فيه صحوة نوعا ما في فنية ونتائج؟ نعم هم الثامن والتاسع أعتقد إذا ما تخوني. نعطيك الترتيب، الترتيب الخليج العاشر نعم والفيحة 11 نعم. أنهم قريبين من بعض 19 نقطة الخليج نعم الخليج تطور في المرحلة الماضية، يمكن الفيحة أثرت عليه نتيجة المباراة الماضية مباراة أعتقد ضمك نعم لم يعني الأمانة لم يقرأ فريق ضمك بشكل جيد وخاصة بعد تأهل الدور الثاني. مين تشوف أقرب؟ أتوقع أنها يا تعادل يا تعادل أقرب شيء للتعادل. يا تعادل طيب ماشي أخذتني العاطفة حقته ودكتور عاطفة. طيب أروح عندك أبو علي على ضمك والطائي. ضمك اتوقع ان النتائج اللي قاعد يقدمها ضمك فتره الاخيره مستويات. اتوقع ان ضمك اقرب من الوسط نعم. من هو رئيس ضمك؟ شوف المهندس خالد له 4 شهور فقط رئيس نادي ضمك وفاز بالتزكيه يعني بعد ما مشى سعاده الاستاذ صالح بن خاع ولم يتقدم اي شخص لرئاسه نادي ضمك الا المهندس خالد وشوف الان كيف قاعد يشتغل. يعني انا ودي يعني حتى نموذج تسليط الضوء على الإداريين الناجحين لأن احنا في حاجتهم بعيدا عن هو يعني إداري لنادي كبير أو إداري لنادي بعيد يعني مثل هذا المهندس خالد يستحق الشكر على ما يقدمه لنادي ضمك. أبو هاشم إيش تقول في المباراة هذه؟ طبعا ضمك الأقرب فعلا للمستويات اللي جالس يقدمها مؤخرا الفوز عنده لعيبة على مستوى عالي ومدرب صاحب فكر مميز. نعم يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم على حضوركم، وصلنا للختام واليوم إن شاء الله يتجدد موعدنا معاكم مشاهدينا الساعة 11 تصبحون على خير.